شكرا للإعلامي الكبير كابتن أسامة حسني وملوك التحليل كابتن محمد حشيش ودكتور أحمد ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي شاشة قناة الأهلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم ولقاء قمة دوري الشباب 2006، الأهلي في مواجهة الزمالك بملعب الأهلي بمدينة نصر. دائما ما تشهد مباريات القمة يعني إثارة وندية، وبيكون لها رونق خاص كده. اليوم كل لاعب هو محب في حضرة المحبوبة كرة القدم، كل لاعب يسعى للتألق وإمتاع الجماهير في مباراة القمة حتى ولو كانت بدوري الجمهورية للشباب، ليقدم نفسه بشكل متميز للجمهور. ودايما هذه المباريات قدمت نجوم كبار جدا للكرة المصرية، وكانت بمثابة الميلاد الحقيقي لنجوم كبار مشاهدينا في كل مكان. نستعرض سويا بطاقة المباراة. النادي الأهلي يدخل هذا اللقاء وعينه على المكسب والصدارة بالتأكيد في أحداث المباراة مشاهدينا الأعزاء. الأهلي اللي عنده 8 نقاط جمعهم من الفوز في مباراتين على دجلة وعلى فيوتشر والتعادل مع المصري وبتروجيت بلا خسارة حتى الآن، سجل 12 هدف وتلقى شباكه 3 أهداف. أما نادي الزمالك اللي في المركز السابع لديه 5 نقاط، لعب 4 مباريات، حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة، له 7 أهداف وعليه 4 مشاهدين في كل مكان. طبعا لحظات قليلة وتبدأ الإثارة والندية والمتعة الكروية في مباراة اليوم اللي بندعو ربنا سبحانه وتعالى أن تكون حاضرة وبقوة في أحداث هذا اللقاء. جو جميل جدا هنا بملعب الأهلي من مدينة نصر، درجات حرارة يعني معتدلة، جو كورة، جو كورة، جو متعة، جو للمتعة إن شاء الله رب العالمين. نستمتع النهاردة بهذه الأجواء والمباراة. أدي أمامنا بقى طاقم التحكيم كابتن عمر عبد الفتاح ومحمد عبد الإله وحسن عبد الرازق طبعا، ومراجعة بقى السكور ما قبل بداية أحداث هذا اللقاء. تشكيل فريقين مشاهدينا في كل مكان، متابعي شاشة قناة الأهلي، كابتن سيد غريب المدير الفني للنادي الأهلي اختار تشكيل مكون من عمر كامل لحراسة المرمى، يوسف إسلام وأحمد عبدين 2 مساكين، عبد الله طاهر ومحمد رضا ويوسف الجندي، محمد احمد شهاب في وسط الملعب ومعاه ابراهيم عادل، وفي المقدمه اللاعب والمتالق عمر سيد معوض وهشام مصطفى، وطبعا في القياده الهجوميه اليوم حسام عادل لاعب النادي الاهلي. على الجانب الاخر الكابتن سيد حنفي المدير الفني لنادي الزمالك 2006 اختار تشكيل مكون من احمد جمال لحراسه المرمى، عبد الرحمن علي وعلي عبد المجيد 2 مساكين، علي فرغل ناحيه اليمين، احمد حفني ناحيه الشمال، السيد اسامه ومحمد السيد في وسط الملعب، عبد الحليم احمد وهاني ياسر وحسام عاشور، وبيلعب امامهم اللاعب زياد احمد كراس حربه في مباراه اليوم. املنا طبعا لاعبي ونجوم الفريقين مع حكام المباراه، ويعني الصوره بقى التذكاريه والبروتوكول، وهنشوف بقى مين هيختار الملعب ومين هيختار الكوره ومين هيكون على يمين الشاشه ومين هيكون على شمال الشاشه في هذا اللقاء اللي دايما زي ما قلنا لحضراتكم مباريات القمه، سواء بقى في اي من المراحل السنيه او على حتى مستوى الفريق الاول، دايما بتشهد اثاره ونديه كبيره ومتابعه جماهيريه كبيره جدا طبعا من جمهور النادي الاهلي وايضا من جماهير نادي الزمالك. ادي امامنا صوره للذكرى باذن الله رب العالمين، نشوف يعني نجوم كبار من اللعيبه اللي متواجده في ارض الملعب دول باذن الله في القادم من يعني حياتهم كده يكونوا نجوم كبار بقى في انديتهم وفي المنتخب الوطني المصري. كلنا طبعا تابعنا يعني النادي الاهلي وتعيين الكابتن وليد سليمان كنائب لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وللاهلي دايما اللي بيختار الاهلي دايما الاهلي بيختار، والكابتن محمود الخطيب، ويعني تاهيل جيد للكابتن وليد سليمان بعمل معايشه في نادي ليفربول الانجليزي وطبعا نادي برشلونه. برشلونه اللي خرج يعني بدري وجافي، واللعيبه دول 18 و19 سنه عزيزي المشاهد، وبيلعبوا في المنتخب الاول، مش مجرد بس في نادي برشلونه الفريق الاول، لا ده بيلعبوا في منتخب اسبانيا الفريق الاول، وعاملين كاس عالم متميز جدا، كاس العالم قطر فيفا 2022. علشان كده يعني رؤية ثاقبة، دايما الأهلي لديه الرؤية والكل بيتعلم منه، اختيار بدقة بقى الأندية اللي هيعمل فيها الكابتن وليد سليمان معايشة. نادي ليفربول الإنجليزي اللي بيقدم لعيبة على الشباب على مستوى عالي جدا، وطبعا نادي برشلونة اللي عندهم بقى مدرسة لمسية اللي دايما بتقدم نجوم كبار في عالم كرة القدم
والكابتن وليد سليمان اللي بياخد دراسات في الجامعه الامريكيه وطبعا دوره الفيفا من جامعه القاهره. كل التوفيق باذن الله، وينقل التجربه الاوروبيه المتميزه للكره المصريه وللنادي الاهلي علشان نشوف لعيبه في سن 18 و17 و19 سنه ويكونوا نجوم في الفريق الاول للنادي الاهلي وايضا للمنتخب الوطني المصري، ونغير بقى نغمه انه اللاعب يبقى عنده 22 سنه ونقول يعني هو لا زال لاعب ناشئ زي ما تحدث بقى دكتور احمد ثابت في الاستوديو التحليلي ما قبل بدايه احداث هذا اللقاء. اذا لحظات قليله مشاهدينا في كل مكان، متابعينا الاعزاء، وهنبدا مع حضراتكم الاثاره والنديه والمتعه الكرويه اللي بندعو ربنا انها تكون حاضره النهارده. ربنا يوفقكم يا رجال المستقبل للنادي الاهلي. وادي امامنا بقى لاعبي نادي الزمالك، يعني اللعيبه في ريعان شبابهم وعندهم امل وطموح كبير جدا يقدموا نفسهم بشكل متميز. وعندكم فرصه طبعا قناه النادي الاهلي اللي بتنقل مباريات فريق الشباب علشان تسلط الضوء على هذا القطاع الكبير والعامر بالنجوم واللي قدم نجوم كتيره جدا طبعا مشاهدينا الاعزاء. وطبعا برنامج الاشبال اللي بيقدمه الاعلام الكبير الكابتن اسامه حسني اللي دايما بيتناول كل الاخبار الخاصه بهؤلاء النجوم اللي باذن الله يشرفوا كره القدم المصريه والنادي الاهلي في القريب العاجل. هي لحظات وهنبدا مع حضراتكم احداث المباراه، وبسم الله وعلى بركه الله والبدايه مع النادي الاهلي. وادي البدايه بقى الهجوميه للنادي الاهلي، كره ملعوبه كده في اتجاه اللاعب حسام عادل. بالمناسبه النهارده تجربه بقى للتوأم حسام وابراهيم، يعني كلنا بقى عارفين النجوم الكبار والتاريخيين للنادي الاهلي ولمنتخب مصر كابتن حسام وكابتن ابراهيم حسن. النهارده ايضا متواجد ابراهيم عادل وحسام عادل الاثنين توأم بالمناسبه، وباذن الله ربنا يوفقهم ويكرروا تجربه التوأم الكبير كابتن حسام وابراهيم، وباذن الله يتفوقوا عليهم كمان، لانه النادي الاهلي دايما بيكرر نجوم وكل جيل بيكون له معطياته وظروفه الخاصه. ان شاء الله ربنا يوفق نادي الاهلي النهارده. ادي رمي التماس لنادي الزمالك تتلعب على طول من اللاعب علي فرغل، وكره ملعوبه اماميه من عبد الحليم احمد ولكن توصل هناك ليوسف اسلام. ادي يوسف اسلام وتصويبه تخبط كده وترجع للاعب زياد احمد لاعب نادي الزمالك، والانطلاقه من ناحيه الشمال لزياد احمد. زياد بيحاول وبيلعب الكره العرضيه على حدود المنطقة، وادي المحاولة بقى للاعب هاني ياسر، وتعود الكرة مرة تانية ناحية الشمال لنادي الزمالك. محمد السيد استحواذ كده من نادي الزمالك في بداية المباراة، ولكن طبعا ادي بقى الضغط من لاعبي الاهلي، وادي بقى هنا الكرة حسام عادل بيضغط ويجيبها انما اتقطعت ورجعت مرة تانية للزمالك هناك ناحية الشمال. انطلاقة من اللاعب احمد حفني بيحاول وبيلعب الكرة على الجانب الايسر من ملعب المباراة، ومحاولة للمرور ولكن بقى عبد الله طاهر هنا بيقابل لاعب النادي الاهلي وبتجي له المعاونة على طول من اللاعب عمر سيد معوض. وادي الكرة عرضيه ولكن احمد عبدين بيطلع البدايه حلوه في المباراه، يعني لسه بنلعب في الدقيقه الثانيه ولكن تشعر انه مر وقت كبير جدا من اللقاء لان اللعيبه دخلت بسرعه في الجيم، ما قعدوش بقى ان هم ايه نلعب ونحضر ونشوف ونكتشف الخصم والامور اللي احنا كلنا عارفينها، لا هم بداوا بدايه هجوميه جميله جدا في مباراه اليوم. ركله ركنيه لنادي الزمالك من ناحيه الشمال مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، متابعينا مشاهدي شاشه قناه الاهلي. محمد السيد على التنفيذ في هذه اللقطه، والركله الركنيه لنادي الزمالك من ناحيه الشمال بتتلعب على طول عرضيه عاليه خطيره جدا وبيطلع على طول دفاع النادي الاهلي، وادي الكره بقى وحارس المرمى بيطلع بقى عمر كامل حارس المرمى المتألق في اللقطة الماضية ويحصل على ركلة حرة للنادي الأهلي. ركلة حرة للنادي الأهلي. النادي الأهلي اللي قلنا لحضراتكم يسعى للحصول على 3 نقاط النهاردة من أجل اعتلاء الصدارة في جدول ترتيب المنافسة اللي بيتصدره نادي زد برصيد 10 نقاط. الأهلي طبعا عنده 8 نقاط ولو فاز هيصل الى النقطه 11 باذن الله. هذه الكره تتلعب على طول في وسط الملعب لنادي الاهلي. المحاوله في هذه اللحظات مشاهدينا محمد رضا انما اتقطعت ورجعت مره ثانيه للزمالك. هجمه خطر جدا ناحيه شمال هاني ياسر. هاني بيحاول يعدي، هاني خطره جدا داخل منطقه الجزاء، وهاني ولاقي اول تصويبه اول خطوره والى خارج الملعب وركله ركنيه كان تعامل معاها بشكل متميز عمر كامل حارس مرمى النادي الاهلي في مباراه اليوم، والكره تمر الى خارج الملعب وتبقى ركله ركنيه للنادي الاهلي. يوسف اسلام لاعب النادي الاهلي اللي امام حضراتكم، والمرور هنا من اللاعب هاني ياسر اللي لعبها وحارس المرمى عمر كامل والى خارج الملعب وركله ركنيه. طبعا يوسف اسلام زي ما تابعنا كان بيلعب ارتكاز دفاعي الحقيقه، والنهارده بيلعب كقلب دفاع في تشكيل كابتن سيد غريب. هذه كره عرضيه خطره جدا وتوصل الى حارس المرمى عمر كامل حارس مرمى النادي الاهلي في مباراه اليوم. ايه المتعه الحلوه دي في بدايه المباراه، يعني احنا محظوظين ببدايه يعني سريعه من الفريقين، نتمنى انها تكون بقى مليئه بالاثاره والكرات بقى يعني الفنيات الحلوه بتاعه كره القدم. عايزين نغني النهارده، عايزين نستمتع بكره القدم مشاهدينا الاعزاء. ادي امامنا كابتن سيد حنفي
المدير الفني لنادي الزمالك. ترجع الكره للنادي الاهلي في وسط الملعب ابراهيم عادل. ادي ابراهيم عادل اهو، ابراهيم يبحث عن توأمه، يبحث عن حسام. ادي الكره الملعوبه الاماميه ومحاوله للنادي الاهلي، محمد رضا بيحاول عليها، ولكن بقى التغطيه الدفاعيه من لاعب نادي الزمالك في اللقطه الماضيه. عبد الرحمن علي طلعت الكره وبقت ركله مرمى لنادي الزمالك. ادي امام احمد جمال حارس المرمى للزمالك اللي واضح امام حضراتكم في الصوره. محمد السيد بيلعب الكره هناك ناحيه شمال، انما اتقطعت رجعت للنادي الاهلي مره ثانيه. ابراهيم عادل بيلعبها في وسط الملعب وترجع الكره للنادي الاهلي. يوسف الجندي، يوسف بيلعب الكره ليوسف اسلام. لعيب كورته حلوه، لعيب كورته حلوه، يبدا النهارده من تحت علشان يعني بقى يمتاز النادي الاهلي بانه يطلع الكره من تحت كده. ادي كره حلوه جدا. وادي بقى حسام عادل، حسام بيلعب كره بينيه خطره جدا. هشام مصطفى وعرضيه من هشام، كانت عايزه بالقدم اليسرى يا نجم يا كبير، كانت عايزه بالشمال. والله لو بالشمال دي كانت العرضيه بقت نموذج وكان ممكن الاهلي يسجل الهدف الاول في المباراه. ادي كره مره ثانيه وتمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله ركنيه للاهلي. ادي الاهلاويه بداوا يضغطوا، بداوا يحاولوا. الاهلي اللي يعني تفوق على الزمالك في الفتره الاخيره على مستوى الفريق الاول وعلى مستوى المراحل السنيه، ونتمنى انها تكتمل النهارده. بقى رمي التماس مش ركله ركنيه، والراجل هينفذها على طريقه الركله الركنيه محمد رضا. محمد رضا ورمي التماس، وادي امامنا دفاع الزمالك بيترقب الكوره وتتلعب مره ثانيه. ترجع لنادي الزمالك والمحاوله والضغط من اللاعب محمد شهاب لاعب النادي الاهلي. ادي كوره وملعوبه من اللاعب يوسف اسلام، ترجع في وسط الملعب للاهلي. استلام ومحاوله من اللاعب يوسف الجندي. بيعدي يا ولد يا يوسف، بيلعبها حلوه قوي لمحمد رضا. محمد بيعدي وبيلعب كره بينيه جميله للاعب اللي امام حضراتكم هنا بقى يوسف الجندي. يوسف يا ولد يا يوسف، بيلعبها حلوه ناحيه الشمال. وادي هشام مصطفى، لازلنا بقى في انتظار النجم الكبير عمر سيد معوض، لاعب الهداف واللاعب المتميز جدا الحقيقه الصاعد بقوه الصاروخ. ان شاء الله نشوفه نجم كبير جدا زي والده كده بقى الكابتن سيد معوض اللي تالق كثيرا مع النادي الاهلي ومع المنتخب. ادي كره خطره جدا. وادي بقى حسام عادل، يلا يا حسام 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 حسام، يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب، ناس تدخل قلبك من غير اي استئذان، ناس حريفه بتلعب وتجيب اجوان. حسام عادل بيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم ويسير على خطى بقى النجم الكبير كابتن حسام حسن. ادي بقى حسام عادل يعني يسجل الهدف الاول في احداث هذا اللقاء مشاهدينا لصالح النادي الاهلي. بدايه جيده في الدقيقه 6، في الدقيقه 6 يعني حسام عادل بيسجل، ورقم 6 ورقم 6 يعني ده 6 ده حكايه، ده 6 ده روايه دايما مع النادي الاهلي في مواجهات نادي الزمالك. خلي بالك الهدف سجل في الدقيقه 6 واللي سجله رقم 6، وربنا يمسك بالخير يا خالد يا بيبو، ربنا يمسك بالخير يا خالد يا بيبو. واحد لا شيء للنادي الاهلي في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء، اللي تقدم بالهدف الأول عن طريق اللاعب حسام عادل. واحد لا شيء للأهلي. إيه البداية الحلوة دي؟ إيه الجو الجميل ده؟ إيه الرجالة واللعيبة الحلوة دي؟ أدي كرة مرة تانية. محمد السيد بيلعبها في وسط الملعب. السيد أسامة للزمالك، بتتلعب الكرة هنا ناحية اليمين وتوصل مرة تانية. وادي الضغط بقى من اللاعبين الأهلي من اللاعب محمد رضا، بياخدها محمد رضا ويلعبها وترجع الكرة مرة تانية بقى. وادي الانطلاقة إبراهيم عادل أهو، إبراهيم لحسام، وادي حسام حسام حسام. لا يا ولد يا حسام، إيه الجمال ده يا ابني؟ إيه الجمال ده يا ابني؟ ربنا يحفظك. محمد رضا مرة تانية بيلعبها لإبراهيم عادل، إبراهيم بيلعب لمحمد رضا. والله فريق 2006 ممتع ممتع. ادي كرة مرة تانية ملعوبة من يوسف إسلام. أحمد عبدي هناك ناحية اليمين، عبد الله طاهر، عبد الله طاهر. ده سيمفونيات بتهوفن بتتعزف في الملعب من لاعبي النادي الاهلي، ايه التالق والحلاوه دي؟ ترجع الكره مره ثانيه ناحيه الشمال، ابراهيم عادل. شوف بقى ده اللي كان بيلعب عليه المدير الفني كابتن سيد غريب، علشان كده لعب باللاعب يوسف اسلام ورا علشان يبدا الهجمه من تحت، يبدا الهجمه بشكل يعني كويس ولاعيبه تقدر ان هي تاخد الكره من تحت وتطلع بيها لقدام. وادي لاعبي الزمالك كلهم في وسط ملعبهم، والاهلي متقدم بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب حسام عادل. كرة ملعوبة أمامية، وأدي بقى الانطلاقة للاعب إبراهيم عادل، ولكن تمر الكرة إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس. رمي التماس للأهلي للاعب محمد رضا. وأدي أمامنا بقى محمد السيد لاعب نادي الزمالك اللي كان واضح أمام حضراتكم، ورمية التماس من ناحية شمال محمد رضا. محمد بيلعبها في وسط الملعب، استلام ولف ودوران، كرة ملعوبة من اللاعب هشام مصطفى، بيغير الملعب هناك ناحية اليمين. عبد الله طاهر، عبد الله طاهر بيلعب الكرة في وسط الملعب. الجندي، ادي الجندي اهو بيلعب في الخلف عند يوسف اسلام. ادي يوسف، يوسف يا ولد يا يوسف. شوف بقى تمريرة من يوسف، ده الكلام الحلو اللي بنقول لحضراتكم عليه. كرة ملعوبة حلوة عند اللاعب بقى حسام عادل والى خارج الملعب،
وادي بقى هنا يمكن الكابتن سيد غريب بيرد علينا كلنا وبيقول لنا ليه انا لعبت باللاعب يوسف اسلام في مركز قلب الدفاع، علشان هو عنده الرؤيه وعنده الكره الحلوه اللي بيقدر يلعبها من الخلف للامام زي ما حضراتكم شايفين. ده لعب الكوره ولا تشافي ولا انيستا، ايه الحلاوه دي يا ابني؟ لعبها بشكل متميز جدا. وودى بقى الراجل حسام عادل في كره خطره شويه، هي كانت طويله ولكن الفكره نفسها حلوه، الفكره نفسها حلوه. اللاعب الصغير من دول يعني احنا بنتكلم هو صغير على المستوى العمري انما كبير على المستوى الفني، لما ياخد الثقه ويلعب بشكل متميز وسط بقى متابعه من مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي والمجلس الاداره بالكامل، والدنيا كلها بتتابع هؤلاء النجوم وهؤلاء اللاعبين علشان ينضموا بقى للفريق الاول ويكونوا نجوم كبار، يكونوا نجوم كبار. مش هتلاقي فرصه اجمل من انك تلعب مباراه قمه ومنقولة على الهواء مباشرة لمصر كلها، مصر كلها بتشوفك عبر شاشة قناة النادي الأهلي. علشان كده اللاعب من دول يعني عنده فرصة ذهبية انه يكتب اسمه بأحرف من نور مع جمهور النادي الأهلي. وما اقولكش بقى على اللي يحبه جمهور الأهلي، ما اقولكش وما احكيلكش على اللي يحبه جمهور الأهلي. ادي بقى كورة تتلعب من عبد الله طاهر عاليه دخل منطقه خطيره، لكن بقى طالع احمد جمال وماسك، طالع احمد جمال وماسك. الاهلي مسيطر والاهلي عامل ماتش حلو قوي ومتقدم بهدف مقابل لا شيء. وادي بقى بلاش 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 الكلام ده يا ابراهيم يا عادل، الماتش ماشي كويس جدا، النادي الاهلي متقدم. خبرات بقى بيحتسبها هؤلاء اللاعبين من خلال المباريات والامور دي كلها، واكيد كابتن سيد غريب هيتكلم معاه ويقول له الماتش ماشي بشكل كويس وبلاش تحتك بالخصم لانهم متوترين لانهم خسرانين المباراه وممكن تاخد انذار والانذار يجيب انذار وتبقى مشكله. فاللاعب لازم يخلي باله، اكيد اللاعب هيشوف المباراه بعد انتهائها باذن الله في الاعاده عبر شاشه قناه النادي الاهلي، علشان كده لازم يركز وياخد باله من الامور اللي زي دي. ادي كره مره ثانيه بقى لنادي الزمالك، وادي علي فرغل بيلعب كره داخل منطقه الجزاء عند اللاعب زياد اللي بياخد الكره ويتطرف بيها كده ناحيه اليمين وعايز يلعبها، انما بقى التغطيه الدفاعيه المتميزه من اللاعب احمد عبدين والى خارج الملعب طلعت وبقت رميه تماس لنادي الزمالك من ناحيه اليمين. وادي امامنا اللاعب علي فرغل. تعليمات من الجهاز الفني لنادي الزمالك بقياده الكابتن سيد حفني. تتلعب الكره وتوصل ناحيه اليمين لنادي الزمالك، عدى الراجل وماشي ولعب كره عرضيه انما على طول مقطوعه وتصويبه، تصويبه من اللاعب السيد اسامه، اللاعب السيد اسامه اللي امام حضراتكم يعني سدد تصويبه بعيده جدا في اللقطه اللي فاتت دي. ترجع الكره للنادي الاهلي مره ثانيه في وسط الملعب، ابراهيم عادل، ابراهيم معدي وماشي، ابراهيم يتقدم للامام اخذ مساحه بشكل متميز جدا ابراهيم عادل، ولعب الكره الاماميه الحلوه عند اللاعب اللي امام حضراتكم هشام مصطفى، هشام بيلعبها في وسط الملعب لابراهيم عادل. ترجع الكره مره ثانيه هناك ناحيه اليمين عند اللاعب احمد عبدين، احمد عبدين، احمد بيلعب الكره الاماميه انما على طول مقطوعه ترجع لنادي الزمالك مره ثانيه. ادي الكره بقى في وسط الملعب عند اللاعب عبد الحليم، احمد عبد الحليم بيحاول يعدي، ترجع الكره للاعب احمد عبدين اللي بيلعبها اماميه والمحاوله عند محمد شهاب انما تمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس لنادي الزمالك. محمد السيد في وسط الملعب بيعدي محمد السيد وماشي وبيلعب كره اماميه كده ومحاوله للاستلام امامنا من اللاعب هاني ياسر انما الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس. هاني ياسر محمد رضا النهارده يعني مش مخليه عارف يتحرك، لاعب النادي الاهلي محمد رضا مع اللاعب الحقيقه يعني لاعب نادي الزمالك هاني ياسر. ترجع الكره مره ثانيه، الجندي، الجندي يتقدم الامام، يا ولد يا جندي، يا سلام على اللمسات والكرات الحلوه اللي بيلعبها لاعبي الاهلي. ترجع الكره هناك ناحيه اليمين، هذه المحاوله عبد الله طاهر، احمد عبدين، نحفظ بقى اسماء هؤلاء النجوم اللي ان شاء الله باذن الله يكونوا يعني في فتره من الفترات كده لعيبه كبار في كره القدم المصريه. هذه كره حلوه، هشام مصطفى بيحاول يعدي، ترجع الكره لرضا، رضا بيلعب الكره الحلوه في وسط الملعب مره ثانيه، ابراهيم عادل، ابراهيم بيلعبها للجندي، الجندي بيغير الملعب هناك ناحيه اليمين عبد الله طاهر. ايه اللي بيعمله لاعبي الاهلي؟ حصار على لاعبي الزمالك وكوره شكلها حلو واداء متميز النهارده. وادي كوره في وسط الملعب مره ثانيه لابراهيم عادل، ابراهيم بيلعب التمرير الاماميه الحلوه، وادي الانطلاقه بقى عند حسام، الهداف اهو، الهداف اهو، المهاري اهو، يا ولد يا لعيب يا حسام، عدى بشكل متميز ومره ثانيه عدى، كورته حلوه والله، كورته حلوه وبيلعبها حلوه عند اللاعب ابراهيم عادل اللي بيفتح الملعب هناك ناحيه اليمين عند عبد الله طاهر، وترجع الكره للجندي. وايه العظمه دي، ايه المتعه اللي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على المتعه وعلى الاثاره وعلى النديه. يلا بقى تكمل السيمفونيه، يلا تكمل السيمفونيه يا هشام يا مصطفى. هشام بيقطع الكره وياخدها هشام،
وبيلعب الكرة. ده لعيبة الأهلي النهاردة مزاجهم رايق، لعيبة الأهلي النهاردة مزاجهم رايق جدا. ترجع الكرة مرة تانية يوسف إسلام، يوسف بيلعب الكرة من رضا في وسط الملعب مرة تانية، مقالات بشكل متميز جدا والشورت بصبع والكرات الحلوة، الكرات اللي بيحبها الجمهور عند إبراهيم عادل، قطعت رجعت للزمالك مرة تانية. خلي بالك الكرات اللي زي دي بتتعب الخصم وبتصدر ليه، يعني بتهزمه على المستوى المعنوي قبل ما تهزمه على المستوى الكروي بالنتيجة. يعني ترجع الكرة هناك ناحية شمال، وادي كرة عرضية، عرضية بعيدة 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 وإلى خارج الملعب تطلع وتبقى ركلة مرمى. وادي عمر كامل بيقول لهم نهدى شوية والكرة ما فيهاش خطورة، كرة نادي الزمالك. وادي يوسف إسلام اللاعب المتألق للنادي الأهلي اللي زي ما قلنا لحضراتكم اختاروا الكابتن سيد غريب النهاردة في مركز قلب الدفاع للاعب، يعني الحقيقة اللي تألق جدا في هذا المركز حتى الآن وماشي يعني حسب الخطة الموضوعة بشكل متميز جدا. ترجع الكرة مرة ثانية في الخلف للاعبي نادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. وادي الكره اللي اتلعبت في وسط الملعب كده للاعب ابراهيم عادل، ابراهيم عادل، ابراهيم في الخلف مره ثانيه، يوسف اسلام الى احمد عبدين واحد من اللعيبه المتالقه جدا في دوري هذا الموسم. احمد بيلعب الكره الاماميه، كره متميزه جدا توصل الكره لشهاب، يلا يا شهاب بيلعبها ناحيه اليمين. وادي بقى الكره الملعوبه لعمر سيد، عمر معوض ده لو يشتغل ده، لو يشتغل ده. ترجع الكره مره ثانيه اماميه ملعوبه حلوه للنادي الاهلي، وادي كره عرضيه خطيره جدا بقى من هشام مصطفى عند الهداف عند حسام عادل، يلا يا حسام، حسام عادل، حسام يا سلام يا حسام بيحاول يعدي انما اتقطعت بقى منه. لعيب كويس وشوف بقى بيقاتل بحماس كبير جدا على كل كوره، لعيب كورته حلوه حسام عادل، لعيب كورته حلوه حسام عادل باذن الله يكون له مستقبل كبير في يعني قياده بقى خط هجوم النادي الاهلي والمنتخب باذن الله في القادم من يعني سنوات عمره هذا النجم الكبير حسام عادل. نتمنى له كل التوفيق ونتمنى التوفيق لهؤلاء اللاعبين لاعبي النادي الاهلي في يعني فريق 2006 وايضا في كل المراحل العمريه. ادي بقى رمي التماس، كره اتصدمت بالكاميرا كده، ورمي التماس من ناحيه شمال عند اللاعب محمد رضا. وادي امامنا سيد غريب، سيد غريب، ترجع الكره مره ثانيه احمد عبدين، يا ولد يا احمد بيلعب الكره الاماميه الحلوه. وادي الانطلاقه عند عمر سيد معوض، عمر سيد عليه رقابه كبيره جدا طبعا من لاعبي نادي الزمالك احمد حفني وزملائه في مباراه اليوم، هم عارفين قدره وعارفين خطورته علشان كده يعني الحقيقه عاملين عليه رقابه شديده على اللاعب عمر سيد. ولكن بقى سيد غريب عنده الحلول، عنده الحلول، لاعبي الاهلي يمتلكوا اكثر من حل في ارض الملعب. ادي كره ملعوبه حلوه، ادي الهجمه، ادي اللمسه، يا سلام عجبني جدا الحقيقه في خط الهجوم كده للنادي الاهلي. ده امامنا بقى الهداف واللي سجل الهدف الاول في المباراه حسام عادل. زي ما قلنا عجبني لاعبي النادي الاهلي في خط المقدمه النهارده بيلعبوا بشكل متميز جدا ومن لمسات كده يعني فنيه وشكلها حلو. ترجع الكره الجندي يوسف، يوسف يعدي وبيفتح الملعب ناحيه اليمين عبدين، او ده هنا بقى اللاعب عبد الله طاهر، ترجع لعبد الله انما على طول مقطوعه وفاول لنادي الزمالك، فاول لنادي الزمالك. تشعر ان النادي الاهلي يعني ماشي بشكل حلو قوي في اول نقدر نقول 17 دقيقه من عمر واحداث الشوط الاول، ولكن مرت 17 دقيقه دول وانت عزيزي المشاهد ما تشعرش بيهم لان النادي الاهلي عامل ماتش حلو واداء ممتع في ارض الملعب. ابراهيم عادل بيلعب الكره الاماميه، توصل الكره في الوسط كده عند اللاعب هشام مصطفى لابراهيم عادل مره ثانيه، ابراهيم، هشام مصطفى، استلام، مرور، تمرير حلو ناحيه الشمال عند اللاعب حسام عادل دايما كده بياخد الطرف الشمال من الملعب علشان يعني يهرب من الرقابه وفي نفس الوقت هو كورته حلوه. ترجع الكره مره ثانيه في وسط الملعب الجندي بيعدي وماشي، اتقطعت من نادي الزمالك، ادي الهجمه للزمالك عبد الحليم انما على طول بقى هنا ابراهيم عادل. حتى الان لاعبي الاهلي كسروا الكمانجه بتاعت عبد الحليم احمد لاعب نادي الزمالك، يعني مسيطرين على الامور كلها في ارض الملعب عاملين ماتش حلو لاعبي الاهلي. يوسف اسلام بيلعب الكره الاماميه، يوسف وحسام عادل حاول عليها، ترجع خطره جدا، وادي شهاب ومنتهى الخطوره اللقطه اللي فاتت دي للنادي الاهلي. ترجع مره ثانيه حسام عادل، ادي حسام، حسام بيعدي وماشي، حسام، 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 يا سلام يا حسام، يا سلام يا حسام، ايه يا ابن الجمال ده، وادي الكره العرضيه، العرضيه بقى الخطيره جدا للنادي الاهلي. وترجع الكره مره ثانيه للاعب ابراهيم عادل، ابراهيم عادل بيلعبها لمحمد رضا، محمد رضا، ادي ابراهيم عادل اهو لاعب يمتاز بالرجوله والاداء المتميز في ارض الملعب. انطلاقه من ناحيه اليمين حلوه، عبد الله طاهر، عبد الله طاهر بيلعب الكره العرضيه، وادي اللمسه الراسيه بقى في اللقطه الماضيه هنا من اللاعب هشام مصطفى، كره حلوه للنادي الاهلي،
وكره عرضيه وكانوا يقتربوا من تسجيل الهدف الثاني في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، ولكن بقى حارس المرمى. ادي الكوره، ادي الكوره الحلوه، شوف عبد الله طاهر، وادي العرضيه الجميله، وادي اللمسه الراسيه، وبرافو بقى حارس المرمى احمد جمال حارس مرمى نادي الزمالك، ومعاه بقى اللاعب علي عبد المجيد اللي شتت الكوره وابعدها عن منطقه الخطوره لنادي الاهلي في النقطه الماضيه. ترجع الكره مره ثانيه، عبد الله بيلعبها ناحيه الشمال، المعنويات عاليه، الهدف اللي سجله حسام عادل يعني ترجم السيطره الحرفيه اللي احنا شايفينها. الصوره ايه بتتكلم، الصوره بتتكلم امامكم الصوره والسيطره للنادي الاهلي على المباراه. انما ترجع الكره مره ثانيه لنادي الزمالك، بالمناسبه نتيجه 1-0 لكره القدم كلنا عارفين انها نتيجه يعني خادعه شويه، لانه ممكن تسيطر وتمسك وتعمل، ولكن يعني الفريق المنافس بقى يقدر يسجل، فعلشان كده الاهلي مطالب انه يستغل بقى اذا هبت رياحك فاغتنمها. وادي الكره العرضيه، فان لكل عاصفه سكون. ترجع الكره مره ثانيه، عبد الرحمن علي بيلعبها اماميه وترتد وتعود من اللاعب احمد عبدين، عامل ماتش حلو لحد دلوقتي احمد عبدين. انطلاقه من ناحيه الشمال لنادي الزمالك، كره عرضيه على حدود منطقه الجزاء، ولكن التالق بقى من اللاعب يوسف اسلام بيلعبها وترجع الكره للنادي الاهلي. ممكن بقى الاهلي بهجمه مرتده يخطف، ادي كره حلوه حسام عادل، حسام 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 ماشي، حسام بيلعب كره بينيه جميله، وادي بقى ابراهيم لحسام مره ثانيه يخطف. يا حسام ولا يهمك ولا يهمك يا ابني، حسام عادل، حسام عادل حب ياخدها كده الكره بتاعت هشام مصطفى من مره واحده، ولكن بقى وضعيه الجسم يعني ما كانتش على المستوى المثالي للتصويب، فطلعت الكره بالشكل اللي شفناه امام حضراتكم. انما لعيب مجتهد ولعيب كويس، بالمناسبه ما فيش مهاجم يقدر يسجل بنسبه 100%. ادي كره خطره للزمالك، كره خطره للزمالك، ويا ولد يا حارس المرمى للنادي الاهلي عمر عادل، وكره هوبا، ادي الكلام اللي بقول لحضراتكم عليه، وهدف التعادل في هذه اللحظات لنادي الزمالك. ادي الزمالك بيسجل، الزمالك بيسجل هدف التعادل في المباراه مشاهدينا الاعزاء، علشان يتعادل نادي الزمالك مع النادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا في كل مكان. انما عمر كامل حارس مرمى النادي الاهلي عمل يعني اللي عليه، عمل اللي عليه في المباراه وتصدى بشكل متميز جدا مشاهدينا الاعزاء. الزمالك سجل هدف التعادل في احداث هذا اللقاء، وواحد واحد واحد واحد، ادي الهدف وادي الكوره، شوف بقى هنا والكوره وهدف التعادل لنادي الزمالك في مباراه اليوم، وواحد واحد في احداث هذا اللقاء، فرحه كبيره جدا طبعا. وادي بقى هنا المجهود البدني الكبير اللي بذل من لاعبي نادي الزمالك في المباراه، واللاعب اللي امام حضراتكم هاني ياسر تعبوا جدا، محمد رضا، هاني ياسر لاعب نادي الزمالك اللي امام حضراتكم في الصوره. طبعا واحد واحد نتيجة المباراة، انما النادي الاهلي قادر ان هو يسجل اهداف اخرى في مباراة اليوم مشاهدينا الاعزاء، لانه الاهلي يعني كان يمتلك زمام الامور، وكنا لسه بنتكلم وبنقول انه مطالب اللعيبه لما تمسك كوره وتلعب بشكل متميز انك تسجل، تسجل، سجلت هدف سجل الثاني وسجل الثالث وهكذا يعني. انما واحد واحد، ترجع الكره هناك ناحيه الشمال، وادي الكره بقى للاعب محمد رضا، محمد بيلعب الكره العرضيه، لما تعود الكره مره ثانيه للاعبي نادي الزمالك، وادي الانطلاقه عند اللاعب زياد احمد بيحاول يعدي زياد، زياد بيلعبها ناحيه اليمين عند هاني ياسر، وادي الكره البينيه الاماميه الخطيره، والمحاوله مره ثانيه لنادي الزمالك وتصويبه انما عاليه وبعيده والى خارج الملعب، تطلع وتبقى ركله مرمى في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. تطلع الكوره وتبقى ركله مرمى، ده اللاعب اعتقد بقى حسام عاشور هو معانا هنا في السكور رقم 18، وهو بالقميص رقم 11 في ارض الملعب، وهو اللي كان سجل هدف التعادل لنادي الزمالك. رامي التماس من ناحيه الشمال، رامي التماس بتتلعب على طول، وادي بقى زياد احمد بيستلم وبيلعبها ناحيه الشمال هناك عند حسام، حسام اهو موجود والله في الملعب. ترجع الكره مره ثانيه لنادي الزمالك، وادي الكره العرضيه الملعوبه ولمسه راسيه كده انما تعود للاعبي النادي الاهلي مره ثانيه. ترجع الكره مره ثانيه للاعب يوسف اسلام، يوسف بيلعب الكره للنادي الاهلي، ادي الكره الملعوبه الحلوه من يوسف، يوسف بيلعبها في اتجاه حسام عادل، وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس لنادي الزمالك في احداث هذا اللقاء. واحد واحد النتيجه في مباراة اليوم، بنلعب في الدقيقة 24 من عمر واحداث الشوط الاول من هذا اللقاء مشاهدينا متابعينا في كل مكان. ورمي التماس
وادي امامنا اللاعب علي فرجل لاعب نادي الزمالك، مخالفه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. ما رجعش يا سيد، واقفين التلفات ازاي؟ ادي الكوره يوسف حمدي. اسلام بيلعب في وسط الملعب. لاعبي الاهلي بقى مطالبين انهم يسرعوا الريتم شويه علشان يقدروا ان هم يسجلوا الهدف الثاني. الجندي في وسط الملعب، استلام وانطلاقه اماميه من الجندي، بيلعب الكوره هناك ناحيه اليمين لعبد الله طاهر. احمد عبدين ماشي يا احمد، وبيفتح الملعب ناحيه الشمال عند اللاعب محمد رضا. رضا ادي رضا بيلعب الكره الاماميه وبيسند على حسام عادل بيلعب الكره مره ثانيه في الوسط كده عند اللاعب ابراهيم عادل اخوه بقى وتوامه. الجندي بيفتح الملعب هناك عند طاهر ناحيه اليمين، عبد الله طاهر وترجع الكره للنادي الاهلي مره ثانيه على حدود المنطقه، محاوله وادي بقى عمر سيد معوض انما على طول مقطوعه وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس. رمي التماس للنادي الاهلي طبعا كابتن سيد المدير الفني لنادي الزمالك. ترجع الكره ابراهيم عادل في وسط الملعب الجندي بيغير الملعب هناك ناحيه اليمين لعبد الله طاهر. كلنا فاكرين بقى اسم طاهر ده، في ناس لسه بتتعالج من ظهرها لحد دلوقتي. ادي الكره بتتلعب على طول ناحيه الشمال وادي المحاوله محمد رضا بيلعبها في الخلف عند اللاعب يوسف اسلام في وسط الملعب للجندي. يوسف الجندي بيعدي وماشي، يوسف الجندي يتقدم الامام وعدى بشكل متميز جدا يوسف وبيلعب كره بينيه حلوه. ادي بقى الخطوره للنادي الاهلي، هشام مصطفى بيلعب الكره العرضيه واللمسه انما الى خارج الملعب طلعت وبقت ركله مرمى وسط بقى اعجاب من الكابتن سيد غريب. ادي امامنا بقى اللاعب محمد شهاب كان عنده فرصه، شوف هشام مصطفى لعبها ازاي، لعبها بشكل متميز جدا. وادي محمد شهاب الكره دي اتكررت اكتر من مره الحقيقه، ومحمد شهاب لعبها انما الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى. محمد احمد شهاب صاحب القميص رقم 8، واحد من لاعبي النادي الاهلي المتالقين في هذا الموسم. الكره تتلعب اماميه عاليه وترجع الكره في وسط الملعب مره ثانيه لنادي الزمالك. هاني ياسر ناحيه اليمين، هاني محمد رضا في وسط الملعب استلام وانطلاقه. وادي الكره هشام مصطفى، عدى هشام وماشي لعب كره بينيه حلوه عند اللاعب شهاب، وحكم اللقاء هنا بقى عمر عبد الفتاح بيدي ركله حره مباشره من مكان متميز للنادي الاهلي. يمكن تشهد جديد، ممكن نشوف جديد. ادي بقى التدخل القوي والعنيف على اللاعب هشام مصطفى في اللقطه الماضيه مشاهدينا الاعزاء من اللاعب علي عبد المجيد لاعب نادي الزمالك، وركله حره مباشره للنادي الاهلي. يا ترى مين اللي هيكون خريج الترجمه او كليه الترجمه الفوريه للغه كره القدم وهي الاهداف؟ يا ترى في لعيب بقى بيقدر ان هو ينفذ الكلام ده بشكل كويس؟ كلنا بنشوف بقى الكره الحلوه في كاس العالم والمخالفات والامور اللي بنشوفها في دوري ابطال اوروبا والحاجات الحلوه، وايضا على مستوى الفريق الاول النادي الاهلي علي معلول وقفشه وغيره كتير جدا طبعا من النجوم. وادي امامنا بقى عبد الله طاهر وعمر سيد معوض. عمر وعبد الله وركله حره للاهلي في الدقيقه 27 من عمر واحداث الشوط الاول. هل نكون على موعد مع كره حلوه، مع كره جميله تغرد في الشباك؟ هنشوف. عمر بيسيبها لطاهر ودي حلوه انما في وسط المرمى، خطره جدا ومسكها على مرتين احمد جمال، ولسه الخطوره مستمره للنادي الاهلي والى خارج الملعب ورمي التماس الى خارج الملعب. عبد الله طاهر في اللقطه الماضيه، ادي امامنا احمد جمال حارس مرمى نادي الزمالك. الراجل اتخض من اللعبه، شوف الكره ماشيه تلف كده واخده كيرف كانت رايحه ناحيه الشمال وبعدين راحت شويه في وسط المرمى. احمد جمال يعني اتلخبط فيها كده وقعت منه وكان بقى فين المتابعه من لاعبي الاهلي. ترجع الكره مره ثانيه، ادي الضغط الاهلاوي. الاهلي ماشي بشكل كويس، ماسك المباراه بشكل متميز. وادي الكره العرضيه ولكن بقى احمد جمال بيطلع على طول. ترجع الكره مره ثانيه لنادي الزمالك انما اتقطعت الاهلي. عمر بيلعب الكره البينيه الحلوه عند عبد الله طاهر. عبد الله استلام من عبد الله وترجع لعمر. عمر لعبد الله على الجانب الايمن من الملعب. ادي عبد الله طاهر. عبد الله طاهر عنده مهاره في الاحتفاظ بالكوره، عدى وهنشوف بقى حكم اللقاء ده ايه، ادى رمي التماس لنادي الزمالك او هنشوف مخالفه للزمالك من ناحيه الشمال على اللاعب عبد الله طاهر. في بعض الاحيان الاحتفاظ بالكوره يعني ممكن يكون بشكل سلبي،
انك تاخد الكوره ودور على زملائك والعب لهم. لعيب متميز كورته حلوه عبد الله طاهر، ولكن في اللقطه اللي فاتت يعني نادي الزمالك يحصل على احمد جمال حارس مرمى نادي الزمالك واقع على ارض الملعب، نتمنى له السلامه طبعا. حارس المرمى لنادي الزمالك اللي كان تصدى للكوره بقى بتاعت عبد الله طاهر، والراجل كده سقط من الخطه في اللقطه اللي امام حضراتكم، نتمنى له كل السلامه طبعا. حارس مرمى لنادي الزمالك احمد جمال. الاهلي طبعا اللي في اولى مبارياته تعادل مع المصر 2-2، وادي بقى الكوره الحلوه بتاعه الهدف ومخرجنا بيعيدها. وشوف بقى هنا حسام عادل، يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب على التوقع، وما فقدش الامل في الكوره، الراجل وكده وحطها بشكل متميز جدا وسجل هدف جميل. وادي بقى هدف التعادل لنادي الزمالك. البدايه كانت من لاعب زياد احمد اللاعب الكره العرضيه، وطبعا المرمى كان خالي والراجل حطها على الشمال وسجل هدف التعادل لنادي الزمالك في مباراه اليوم. وادي امامنا بقى محمد احمد شهاب لاعب النادي الاهلي، واحمد جمال الحمد لله ان سليم اهو حارس مرمى نادي الزمالك في مباراه اليوم. الاهلي قلنا لحضراتكم كان تعادل مع مصر 2-2 وفاز على وادي دجله 6-0، وفاز على فيوتشر 4-1، وتعادل مع بتروجيت سلبيا في اخر مباريات الفريق. وقلنا لحضراتكم سجل 12 هدف، النهارده بقى 13 واستقبل 3 اهداف، وطبعا اصبحوا 4 بعد هدف التعادل بتاع نادي الزمالك. ادي الكره تتلعب على طول اماميه، زياد احمد بيحاول يعدي، لكن يا ولد يا احمد يعديه، يا ولد يا احمد يعديه. شوف احمد عبدين لعيب متميز، لعيب يعني بيمتاز بالرجوله كده اللي دايما متعود عليها لعيب النادي الاهلي في المراكز اللي زي دي، هي المراكز الدفاعيه يعني. رامي انت بس تلعب على طول وتوصل هناك لنادي الزمالك. حسام عاشور بيلعب الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء، ولكن بيطلع دفاع الاهلي، ودي تصويبه بعيده جدا، تصويبه بعيده جدا والى خارج الملعب، طلعت وبقت ركله مرمى لعمر كامل حارس مرمى النادي الاهلي. تصويبه كانت من اللاعب محمد السيد لاعب نادي الزمالك، لاعب الوسط لنادي الزمالك في مباراه اليوم. وادي يعني مر اول نصف ساعه من المباراه والنتيجه 1-1، على الرغم ان النادي الاهلي يعني ماسك المباراه ووصل اكتر من مره، الا ان نادي الزمالك من هجمه كده قدر ان هو يسجل هدف التعادل. ترجع الكره مره ثانيه، انطلاقه من ناحيه الشمال والمحاوله عند شهاب، ولكن يتدخل بقى في توقيت مناسب لاعب نادي الزمالك علي نوفل، وبيطلعها وتبقى رميه تماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. رضا ترجع له مره ثانيه وبيحاول يلعبها في اتجاه اللاعب حسام. وادي امامنا هشام مصطفى وحكم اللقاء كابتن عمرو عبد الفتاح، وادي كابتن سيد غريب واقف على الخط وبيدي التعليمات وبيقول لهم، طبعا اشاره واضحه بيقول لهم نتقدم لقدام، نتقدم لقدام. ادي كره ملعوبه ابراهيم عادل من ناحيه الشمال بيحاول يعدي ابراهيم، انما اتقطعت الكره ورجعت لنادي الزمالك في وسط الملعب عند اللاعب زياد احمد، انما ترجع الكره للاهلي عند اللاعب يوسف الجندي بيلعبها حلو عبد الله طاهر. وادي الهجمه بقى من ناحيه اليمين، ادي عمر سيد معوض، عمر سيد بيلعب الكره لهشام مصطفى، هشام يرجع ياخدها هشام، انما فاول لنادي الزمالك، فاول لنادي الزمالك عند اللاعب محمد السيد. وادي امامنا هشام مصطفى وحكم اللقاء عمرو عبد الفتاح. هشام مصطفى بالقميص رقم 10، تيشيرت ده غالي جدا يا ابني، يعني اسطوره بقى الكره المصريه والنادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب، نجوم كبار جدا ارتدوا رقم 10، ابرزهم طبعا الكابتن الخطيب النجم الكبير. بالمناسبه يعني احنا جيل محظوظ ان احنا شفنا ميسي كريستيانو رونالدو في الملعب، الجيل بقى اللي قبلنا يعني محظوظ حظ ما بعده حظ ان هو شاف يستمتع بمهارات وفنيات ولمسات الكابتن محمود الخطيب، كان ساحر في كره القدم عزيزي المشاهد. ترجع الكره مره ثانيه في وسط الملعب، ابراهيم عادل، محمد رضا بيحاول يعدي محمد، انما اتقطعت الكره ورجعت لنادي الزمالك. يوسف اسلام، احمد عبدين، بدايه هجمه للنادي الاهلي، تتلعب الكره هناك ناحيه اليمين عبد الله طاهر، استلام لف ودوران عبد الله، احمد عبدين مره ثانيه، يوسف اماميه الجبهه اليسرى اللي شغاله من النادي الاهلي. ادي كره حلوه رضا بيلعبها لحسام، حسام عادل، حسام عادل، حسام عادل بيعدل على شماله ويرجع يجيبها على يمينه، وضغطوا عليه على طول عن طريق اللاعب حسام عاشور لاعب نادي الزمالك، والى خارج الملعب. ورمي التماس للنادي الاهلي، رمي التماس للاهلي، عمر عبد الفتاح حكم اللقاء. وادي رميه التماس للاعب محمد رضا، محمد رضا بيلعبها لابراهيم عادل في وسط الملعب، ابراهيم عادل بيلعب الكره العرضيه انما عاليه جدا والى خارج الملعب، طلعت وبقت ركله مرمى لنادي الزمالك
في احداث هذا اللقاء من اللاعب ابراهيم عادل اللي امام حضرتك. ابراهيم عادل لعيب متميز، كورته حلوه، محتفظ بالكره بشكل كويس جدا مع بقى زملاء يوسف الجندي وشهاب. الحقيقه عاملين ماتش حلو، كل لاعبي الاهلي النهارده متالقين، عاملين ماتش حلو لحد دلوقتي. ترجع الكره هناك ناحيه شمال لنادي الزمالك، ادي الانطلاقه والمحاوله في هذه اللقطه، زياد احمد وكره خطره لنادي الزمالك، ادي المحاوله، ترجع الكره مره ثانيه لزياد بيحاول يعدي، انما يا ولد يا لعيب يا يوسف يا اسلام، شوف يوسف اسلام بيتدخل ويقطع الكره، وفاول لنادي الاهلي عن اللاعب محمد احمد شهاب. عفوا، ادي محمد شهاب امام حضراتكم، لاعب النادي الاهلي محمد احمد شهاب. تتلعب الكره هناك ناحيه اليمين، عبد الله طاهر او ده يوسف معوض. يا ولد شوف بقى الفنت، وشوف المهاره، شوف المهاره، شوف يا ولد، يا سلام عليك، يا سلام عليك، وبيلعبها حلوه لعبد الله طاهر. عبد الله بقى ليوسف، وادي بقى هنا امامنا بقى عمر سيد معوض في اللقطه الماضيه، عمر سيد معوض في اللقطه الماضيه، وفرصه كبيره جدا. ترجع الكره مره ثانيه، وادي الكره العرضيه من اللاعب ابراهيم عادل، انما عمر سيد شوف عمل الكره ازاي، عمر سيد شوف الانطلاقه الحلوه بتاع عمر سيد، وادي بقى العرضيه من عبد الله طاهر، عبد الله طاهر لعبها لعمر سيد، ومن لمسه واحده كده ولكن حارس المرمى احمد جمال تصدى وطلع دفاع نادي الزمالك الكره الخطيره بتاعت اللاعب عمر سيد معوض في اللقطه الماضيه. محمد شهاب داخل المنطقه ومعاه اللاعب محمد السيد والاثنين بالقميص رقم 8، ورمي التماس للاهلي من ناحيه شمال محمد رضا. محمد رضا بيلعبها لهشام اللي بيلعب كره عرضيه، محمد مره ثانيه ولكن بيطلع دفاع الزمالك عن طريق اللاعب عبد الرحمن علي. طلعت وبقت رمي التماس للاهلي من ناحيه الشمال، تتلعب الكره وتوصل للاعب يوسف اسلام. ادي يوسف بيفتح الملعب هناك ناحيه اليمين، استلام من عبد الله طاهر، عبد الله بيلعب الكره العرضيه داخل منطقه، دي اللمسه الراسيه بقى ولكن تدخل في اللقطه الماضيه، وحكم اللقاء ادى فاول على اللاعب حسام عادل لاعب النادي الاهلي. دولي 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 طمن بس. طبعا في لاعب نادي الزمالك امام حضراتكم، نتمنى له السلامه، وادي بابدا الروح الرياضيه بقى هنا من اللاعب حسام عادل اللي بيطمئن على يعني المنافس، وادي الكره العرضيه والتدخل واللاعب علي عبد المجيد. سلامات يا علي، وحسام عادل يعني لعيب كورته حلوه على الارض حسام عادل، وايضا كان بيحاول ان هو يلعب بالالعاب الهواء والالعاب الرأسية في اللقطه الماضيه، والتدخل بقى على اللاعب علي عبد المجيد اللي واقع على ارض الملعب لاعب نادي الزمالك اللي نتمنى له السلامه ان شاء الله ويقوم يكمل المباراه. طبعا المباراه 2006 وجيل 2006 ده فقد التاهل لكاس الامم وبالتالي كاس العالم، ومشكله كبيره جدا طبعا بتواجه هذا الجيل اللي المنتخب الوطني في المرحله السنيه 2006 طبعا فقد التاهل لكاس الامم الافريقيه وكاس العالم، وقد يحدث دمج بقى بين مواليد 2006 و2005 لانه 2005 اصبح يعني ما عندوش منتخب بعد الخساره دي طبعا شهدتها التصفيات. نتمنى لهم كل التوفيق. بالمناسبه الجيل ده فيه نجوم كبار جدا طبعا، لعيبه متميزه، ولكن نتمنى انه المسؤولين بقى عن الرياضه في مصر يعني يهتموا شويه بالمنتخبات والامور دي في المراحل السنيه، لان ده مهم جدا، مهم جدا. ادي بقى مارسيل كولر كابتن سيد عبد الحفيظ. شيء جميل جدا وعجبني ان الجهاز الفني الفريق الاول النادي الاهلي بيتواجد في معظم مباريات الناشئين اذا سمحت الظروف ليهم طبعا بمتابعه المباريات من ارض الملعب ومن موقع الحدث مشاهدينا الاعزاء، علشان يكونوا قريبين جدا من هؤلاء اللاعبين، ودي حاجه كويسه جدا، حاجه كويسه جدا. اللاعب لما يشوف مارسيل كولر المدير الفني الفريق الاول متواجد خارج الخط بيكون عنده دافع كبير جدا انه يقدم يعني مهاراته وفنيات بقى، ويثبت نفسه المدير الفني علشان يطلع ويتمرن مع الدرجه الاولى. يعني محمد رضا من ناحيه شمال بيحاول يعدي وبيلعبها في اتجاه اللاعب حسام عادل، انما الى خارج الملعب، انما بدايه مبشره للاعب حسام عادل الحقيقه، وركله مرمى لنادي الزمالك. ادي امامنا اللاعب ابراهيم عادل لاعب النادي الاهلي، ابراهيم عادل وركلة مرمى للحارس احمد جمال، احمد جمال حارس المرمى لنادي الزمالك. تواجد طبعا لمارسيل كولر المدير الفني في ملعب المباراه اللي اضاف يعني الكثير والكثير للفنيات والمهارات للاعبي النادي الاهلي. الفريق الاول بطوله السوبر بقى على حساب نادي الزمالك، وماشي بشكل كويس في الدوري بطوله الكاس. نتمنى له كل التوفيق، جمهور الاهلي اللي بيحب البطولات وبيحب معاها الاداء الحلو،
والمدربين بقى اللي هم بيضيفوا بصمه ويقدروا يكتشفوا لعيبه. ادي كابتن سيد غريب امام حضراتكم. كابتن سيد غريب ورامي التماس لنادي الزمالك. السيد اسامه اللي كان امام حضراتكم بتلعب الكره، ابراهيم عادل بيلعبها وترجع الكره في وسط الملعب مره ثانيه لنادي الزمالك، انما تعود من الاهلي ترجع ناحيه الشمال عند هاني ياسر. هاني للزمالك بيلعبها في وسط الملعب. عبد الحليم اماميه، محمد شهاب في وسط الملعب للجندي. يوسف الجندي بيلعب الكره هناك ناحيه اليمين. ادي الاستلام عمر سيد، عمر سيد معوض بيلعب الكره الاماميه. عمر في اتجاه حسام حسن ترجع مره ثانيه، استلام بشكل جيد يوسف الجندي او ده شهاب بيلعبها ناحيه الشمال. استلام امامنا ابراهيم عادل. الجندي يا ولد يا جندي عدى انما اتقطعت ورجعت لنادي الزمالك. وادي الكره الملعوبه الاماميه توصل مره ثانيه لابراهيم عادل في وسط الملعب. لف ودوران من ابراهيم عادل يبحث عن المعاونه والمسانده تجيله على طول عن طريق اللاعب احمد عبدين. احمد عبدين بيلعب الكره الاماميه انما على طول مقطوعه وتوصل الكره للاعبي نادي الزمالك في وسط الملعب انما على طول تتلعب اماميه للنادي الاهلي. وادي الكره الحلوه اللمسه الجميله من حسام بيلعبها لشهاب. شهاب لحسام، حسام ناحيه الشمال بيحاول يعدي انما على طول بيطلع دفاع نادي الزمالك والى خارج الملعب وطلعت وبقت رمي التماس للنادي الاهلي. ادي امامنا حسام عادل. حسام عادل امام حضراتكم. رمي التماس للاهلي محمد رضا اللي دايما بيلعبها كده طويله داخل منطقه الجزاء زي الركله الركنيه. تتلعب الكره مره ثانيه. هشام بيلعبها، وادي بقى شهاب بيلعب الكره العرضيه انما الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى. طلعت وبقت ركله مرمى. بنلعب في الدقيقه 41 من عمر واحداث الشوط الاول من هذا اللقاء، ونتيجه المباراه هي التعادل الايجابي 1-1 بين الاهلي والزمالك. طبعا قمه دوري الجمهوريه للشباب 2006 اتلعبت كره اماميه خطره جدا للزمالك. دي اللعبه اللي دايما بيلعبوا عليها الحقيقه، هجماتهم المرتده وترجع الكره مره ثانيه على حدود منطقه الجزاء ومحاوله المرور من اللاعب هاني ياسر انما تمر الى خارج الملعب. هنشوف بقى هل ركله ركنيه ولا ركله مرمى. يبدو انها ركله ركنيه لنادي الزمالك من ناحيه الشمال. ركله ركنيه لنادي الزمالك من ناحيه الشمال. مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، متابعينا مشاهدي شاشه قناه الاهلي، محمد السيد والركله الركنيه لنادي الزمالك من ناحيه الشمال. ادي امامنا محمد السيد. محمد السيد بيلعب الكره العرضيه داخل المنطقه ولكن طالع بقى عمر كامل وماسك عمر وبيحاول يبدا الهجمه بسرعه وبيلعبها هناك ناحيه اليمين. استلام وانطلاقه من حسام. وادي بقى عمر سيد معوض. عمر سيد اهو اللاعب المتميز والمتالق، واحده والثانيه مع هشام لعمر. عمر ناحيه اليمين. عمر سيد، عمر سيد بيلعبها مره ثانيه لهشام. هشام بيعدي وماشي. هشام لسه الكره مع هشام ويمر بشكل متميز جدا. وادي الكره العرضيه من طاهر ولكن بيطلع دفاع نادي الزمالك عن طريق اللاعب عبد الرحمن علي. ترجع الهجمه. وادي الكره في وسط الملعب للزمالك، انطلاقه اتقطعت وصلت مره ثانيه للاهلي. رضا، رضا بيعدي، رضا خطره جدا. رضا ادي رضا بيلعب التمرير الاماميه انما طويله شويه يا رضا، طويله شويه يا رضا على اللاعب حسام عادل لاعب النادي الاهلي. والكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لنادي الزمالك في احداث هذا اللقاء. حسام عادل احمد جمال وركله مرمى نادي الزمالك. احمد جمال حارس المرمى بيلعب الكره الاماميه. احمد جمال عاليه ومعديه كده انما ترجع براسيه من لاعبي النادي الاهلي توصل في وسط الملعب. حسام عاشور، حسام عاشور لنادي الزمالك بيحاول يعدي حسام. لسه الكره مع حسام وعدى وماشي ومعاه على طول بقى شهاب. تتلعب الكره في وسط الملعب للزمالك. محمد السيد بيفتح الملعب هناك ناحيه الشمال عند اللاعب حسام عاشور. بيلعب كره واحده والثانيه ترجع له، خطره جدا للزمالك. وادي بينقلوا الكره ناحيه اليمين عند اللاعب هاني ياسر. هاني بيعدل على شماله بيحاول يعدي انما يتدخل شهاب ويقطع. الهجمه السريعه بقى للاهلي، الهجمه السريعه للاهلي. ابراهيم عادل عفوا لعب الكره ناحيه اليمين مره ثانيه عند اللاعب عبد الله طاهر. ادي الهجمه الحلوه. ادي يا ولد يا لعيب، يا سلام عليك يا ابني، ايه الجمال والحلاوه اللي بيعملها عمر سيد معوض النهارده. ادي عمر سيد بيلعب كره بينيه حلوه قوي، لعيب مهاراته عاليه جدا ولعيب فنان الحقيقه. لعبها في اتجاه اللاعب عبد الله طاهر انما ترجع الكره عند اللاعب عبد الرحمن علي.
ادي اللقطه طبعا كانت على مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي الفريق الاول. ترجع الكره مره ثانيه وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس من ناحيه شمال نادي الزمالك. ادي امام حضراتكم متابعه للمباراه والشمس وكده بقى. ادي كره تتلعب على طول اماميه من لاعبي نادي الزمالك، هجمه من ناحيه شمال في مباراه اليوم. ادي الكره ملعوبه عند اللاعب زياد احمد، زياد ولكن تدخل في توقيت مناسب من اللاعب. يا سلام يا احمد يا عبدين، شوف احمد عبدين بيعمل ايه، متالق جدا احمد عبدين النهارده مع يوسف اسلام قلبي الدفاع للنادي الاهلي. كره في وسط الملعب لنادي الاهلي، ابراهيم عادل بيرجعها الى حارس المرمى عمر، عمر كامل. خطر جدا اللعب ده طبعا، انما الثقه الكبيره في النفس هنا من اللاعب يوسف اسلام. يوسف وتمر الكوره ناحيه الشمال للنادي الاهلي عن طريق اللاعب محمد رضا، لعيب كورته حلوه يوسف اسلام، ولكن في الاماكن اللي زي دي الكرات دي بتبقى خطر شويه. ادي كره ملعوبه مره ثانيه، عدى اللاعب بقى هنا هاني ياسر لنادي الزمالك، انما يا ولد يا ولد بيجيبها بشكل متميز جدا بقى اللاعب ابراهيم عادل للنادي الاهلي، وبدايه الهجمه توصل هناك ناحيه الشمال لنادي الزمالك في مباراه اليوم. وادي الكوره وادي التصويبه، ادي التصويبه بقى من اللاعب محمد السيد، انما الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى. ادي اللاعب محمد السيد امام حضراتكم لاعب نادي الزمالك في مباراه اليوم. محمد السيد تتلعب الكرة ناحية اليمين والمحاولة في هذه اللقطة، والكرة تمر إلى خارج الملعب. متابعة كبيرة جدا طبعا من نجوم النادي الأهلي لمباراة اليوم اللي متواجدين وكانوا حريصين جدا على التواجد في ملعب المباراة. وركلة ركنية من ناحية اليمين، وادي أمامنا بقى حوار بين عمر كامل واللاعب إبراهيم عادل لاعبي النادي الأهلي، والركلة الركنية نادي الزمالك. خلاص مر الوقت الاساسي لاحداث الشوط الاول 45 دقيقه، وبنلعب في الوقت المحتسب بدلا من الضائع. هنشوف هيقدر بقد ايه من قبل عمر عبد الفتاح حكم اللقاء. هاني ياسر والركله الركنيه بتتلعب على طول عرضيه عاليه داخل المنطقه، ولكن بيطلع دفاع النادي الاهلي. ترجع الكره مره ثانيه، وادي المحاوله في هذه اللقطه السيد اسامه بيلعبها ناحيه شمال عند عاشور اللي بيلعب الكره العرضيه عاليه داخل منطقه الجزاء، انما ترجع لعمر كامل. عمر كامل يعني حط رجله كده بقى لاعب نادي الزمالك في اللقطه اللي فاتت، واصابه للحارس عمر كامل حارس مرمى النادي الاهلي، كان يستحق انذار في اللقطه اللي فاتت دي. لاعب نادي الزمالك يعني تدخل غير رياضي بالمره، ولكن بقى هنا روح رياضيه من لاعب زياد احمد لاعب نادي الزمالك راح يطمن كده على عمر كامل حارس المرمى للنادي الاهلي، وكانوا بيطالبوا كده بانذار بقى الجهاز الفني والاداري. طبعا عمر عبد الفتاح حكم هذا اللقاء ما اداش انذار. ترجع الكره مره ثانيه، ادي الكره ملعوبه ليوسف الجندي، والوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الاول. يوسف اسلام ابراهيم عادل بيلعب الكره، محمد رضا، محمد رضا عدى بشكل كويس. يوسف الجندي بيلعب الكره هناك ناحيه اليمين، لاعيب الاهلي كده بيحاولوا ان هم يعني قبل بقى نهايه الشوط الاول يقدروا يضيفوا جديد. ضغط كده امامنا من اللاعب هشام مصطفى، بيحاول هشام انما على طول مقطوعه الكره وتخبط في هشام مره ثانيه والى خارج الملعب. وفي هذه اللحظات كابتن عمر عبد الفتاح ينهي الشوط الاول الجميل والممتع بين الاهلي والزمالك في قمه دوري الجمهوريه لمواليد 2006 بالتعادل الايجابي 1-1. مشاهدينا الاعزاء تقبلوا تحياتي تامر عبد السلام، والى ان نلتقي في احداث الشوط الثاني دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد 2006 واحداث الشوط الثاني من لقاء الاهلي مع الزمالك هنا بملعب الاهلي بمدينه نصر. نتيجه احداث الشوط الاول هي التعادل الايجابي 1-1. في شوط اول تسيدها النادي الاهلي لاعبا، ولكن يعني كنا نتمنى ايضا انه يكون على مستوى النتيجه، ولكن الاهلي اكتفى بتسجيل هدف وحيد وسجل الزمالك هدف التعادل. وباذن الله في الشوط الثاني نشوف بقى كوره جميله من لاعبي الفريق. نتمنى ان احنا نشوف شوط ثاني ممتع وجميل. شفنا الشوط الاول وشفنا السيطره واللعب الجميل من لاعبي النادي الاهلي باستثناء بعض الاخطاء على المستوى الدفاعي، علشان كده قدر نادي الزمالك ان هو يسجل هدف في مباراه اليوم. مشاهدينا الاعزاء يمكن شفنا تبديلين كده، فارس احمد واللاعب مازن احمد للنادي الاهلي. ادي امامنا اللاعب مازن امام حضراتكم بالقميص رقم 20، وفارس احمد بالقميص رقم 23. احمد عبدين
ادي امامنا اهو، ادي التبديلات امام حضراتكم، ادي التبديلات اهو، فارس احمد رقم 23 وايضا اللاعب نازل احمد رقم 20 بينزلوا ارض اتلعبت الكوره. طبعا يعني محاوله من المدير الفني بقى كابتن سيد غريب، وادي بقى الكوره نشوف للنادي الاهلي عمر سيد معوض. طبعا كابتن سيد غريب بيحاول ان هو يعني ينشط الامور على المستوى الهجومي بالتبديلات اللي اجراها، وعمر سيد معوض في اللقطه الماضيه، وهجمه كانت خطيره للنادي الاهلي في بدايه احداث الشوط الثاني، ودي فاول لنادي الزمالك من ناحيه الشمال على اللاعب فارس احمد. فارس احمد لاعب النادي الاهلي اللي نزل بديل، وادي وعلى ارض الملعب هاني ياسر لاعب نادي الزمالك. هذه الهجمه ادي بقى اللقطه الحلوه للاعب هشام مصطفى، شوف هشام عدى هشام، عدى هشام داخل منطقه الجزاء ولعبها لعمر سيد معوض، ولكن الكره ما لبستش، ما مشيتش زي ما هو عايز اللاعب عمر سيد معوض. لو مشيت معاه زي ما هو عايز كان ممكن يعني يسجل الهدف الثاني في بدايه احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. مشاهدينا في كل مكان، متابعينا الاعزاء، طبعا مباريات الاسبوع الرابع اللي هي الجوله السابقه انتهت نتيجه المباريات كالاتي: الاهلي مع بتروجيت انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف، علشان كده الاهلي النهارده يسعى للانتصار على حساب نادي الزمالك والعوده للانتصارات علشان يحقق الانتصار الثالث ليه في دوري الجمهوريه في هذا الموسم. سيراميكا كليوباترا كان خسر من انبي 2-1، والزمالك كان حقق الفوز على غزل المحله 4-0، فيوتشر وزد زد حقق الفوز 2-0، ووادي دجله والمقاولون كان فاز وادي دجله 2-2. ادي كوره لنادي الزمالك، نستعرض بقى النتائج في يعني اقرب توقف. ترجع الكوره مره ثانيه للاعبي نادي الزمالك عن طريق اللاعب محمد السيد. محمد السيد اتقطع الكوره وصلت هناك ناحيه الشمال للنادي الاهلي. ادي الانطلاقه والمحاوله في هذه اللقطه، وترجع الكوره للاعب هشام مصطفى، انما ترجع للاعبي نادي الزمالك اللي بيلعبوها اماميه. الشوط الثاني لاعبي الاهلي بقى مطالبين انهم يحولوا السيطره اللي هم واستحواذهم على الكره لاهداف. ادي الانطلاقه، عبد الله طاهر يلعب الكره في وسط الملعب، ومحاوله في هذه اللقطه للاعب النادي الاهلي لما تمر الكره الى خارج الملعب. عمر سيد معوض، عمر سيد لعيب كبير ولعيب متميز ولعيب ينتظر مستقبل كبير. ادي امامنا عبد الحليم احمد لاعب نادي الزمالك، ورمي التماس من ناحيه اليمين عبد الله طاهر. عبد الله، عبد الله بيلعبها بترجع من عمر، بيلعبها في وسط الملعب لابراهيم، ابراهيم بيفتح الملعب هناك ناحيه الشمال، وادي الانطلاقه والمحاوله بقى هنا للاعب فارس احمد، وتصويبه من فارس لنا ضعيفه وتوصل الى احمد جمال حارس مرمى نادي الزمالك في مباراه. ادي امام اللاعب فارس احمد، اللاعب اللي كان نزل بديل مع بدايه احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. مشاهدينا انطلاقه لعبد الحليم ناحيه الشمال، حاول يعدي لما تمر الكره الى خارج الملعب، وطلع كوبايه رامي سلاس، واللاعب ابراهيم عادل كده كان بيقول انها مش عليه، انما حكم اللقاء كابتن عمر عبد الفتاح ادى الاوت لنادي الزمالك. ترجع الكره للاهلي مره ثانيه، هذه بقى الانطلاقه من ناحيه الشمال للاعبي الاهلي عن طريق بقى اللاعب هنا امامنا فارس. فارس بيلعبها، ترجع في وسط الملعب، وادي الهجمه، انطلاقه حلوه قوي، انطلاقه جميله للنادي الاهلي. ادي فارس عدى واحد والثاني والثالث ومشي بالكوره، انما قطعت ورجعت مره ثانيه للاهلي ناحيه الشمال. ادي الكوره الحلوه بقى عند اللاعب محمد شهاب، بيلعبها في وسط الملعب، وادي كوره ملعوبه اماميه عاليه ومعديه مره ثانيه الكوره للاعبي النادي الاهلي، انما اتقطعت رجعت للزمالك. وادي بدايه الهجمه النادي الزمالك من ناحيه الشمال، ولكن تدخل بقى في توقيت مناسب من اللاعب احمد عبدين لاعب النادي الاهلي اللي بالمناسبه عمل شوط اول متميز على المستوى الدفاعي. كرة في اتجاه عمر سيد معوض، انما تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رامي التماس عبد الله طارق. في وسط الملعب ابراهيم عادل للنادي الاهلي، ابراهيم عادل بيستلم كرة ابراهيم وبيفتح الملعب هناك ناحية الشمال عند اللاعب اللي امام حضراتكم هنا عبد الرحمن عماد. ترجع الكرة للنادي الاهلي امامية عالية ومعدية، وتعود الكرة مرة ثانية إلى خارج الملعب، طلعت بقى ثاني تماس من اللاعب عبد الرحمن علي لاعب نادي الزمالك في مباراة تانية. ثاني تماس الأهلي من ناحية اليمين، ودي أمامنا بقى اللاعب حسام عادل اللاعب الهداف، اللاعب اللي سجل الهدف اللي كان تقدم به الأهلي قبل ما يتعادل الزمالك في أحداث الشوط الأول من هذا الأمر. زياد أحمد لاعب نادي الزمالك بالمناسبة هو برضه اللي كان يعني صنع الهدف، هدف التعادل. ادي الكره تتلعب على طول اماميه ومعديه من اللاعب مازن احمد، مازن انما الى خارج الملعب طلعت وبقت ركله مرمى لنادي الزمالك، والحارس احمد جمال اللي بيلعب الكره على طول احمد جمال. وادي امامنا الكره ناحيه الشمال لنادي الزمالك،
في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. كرة تتلعب ناحية الشمال ولكن تمر إلى خارج الملعب، طلعت بقى إكرامية تماس للزمالك للأهلي على اللاعب أحمد حيفي، ترجع الكرة مرة ثانية في وسط الملعب لنادي الزمالك، محمد السيد بيلعب الكرة هناك ناحية اليمين، انطلاقة من هاني ياسر بيلعب التمرير الأمامية عند زياد أحمد وبيقابله على طول بقى هنا اللاعب نازل أحمد، نادي نازل أهو، وفاول لنادي الزمالك من ناحية اليمين، فاول لنادي الزمالك من ناحية اليمين مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، وأدي أمامنا لاعب فارس، أدي فارس أحمد، فارس وتدخل في اللقطة الماضية على اللاعب زياد أحمد لاعب نادي الزمالك، وفاول لصالح نادي الزمالك من ناحية اليمين، ركلة حرة ليه الزمالك، ادي امامنا اللاعب هاني ياسر هو اللي هيلعب، وطبعا الصوره مع اللاعب محمد السيد وعلي لوفن اللاعب نادي الزمالك اللي بيتقدم ودخل منطقه الجزاء ودفاع الاهلي، وادي بقى فاول من ناحيه شمال هاني ياسر بيلعب الكره العرضيه العرضيه منتهى الخطوره انما الى خارج الملعب، الحارس هتبقى عمرو كامل حارس المرمى للنادي الاهلي، ادي امامنا الكره بقى مكان لعبها اللاعب هاني ياسر لاعب نادي الزمالك، الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رجل تماس الاهلي، عبد الله طاهر من خلف الكره وادي الانطلاق والانطلاقات من الخلف الامام كده على طريق اللاعب ابراهيم عادل في وسط الملعب، قطعت الكره ورجعت مره ثانيه لعب حليم، عبد الحليم بيلعب الكره الاماميه واحده والثانيه كده لنادي الزمالك، وادي الانطلاقه لعبد الحليم ناحيه الشمال انما الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى للنادي الاهلي والحارس عمرو كامل حارس مرمى النادي الاهلي في المباراه. مازن بيلعب الكره في وسط الملعب اسلام ومرور بشكل جيد من اللاعب يوسف اسلام اللي بدا يعني يلعب في الوسط كده، يوسف لعب الكره للنادي الاهلي، وادي لاعب نادي الزمالك اللي كان محمد امام حضراتكم اللاعب السيد اسامه، ترجع الكره مره ثانيه عبد الرحمن علي او ده هنا اللاعب احمد عبدين لاعب النادي الاهلي، احمد عبدين للاهلي، احمد عبدين بيفتح الملعب لمازن، مازن احمد، ادي مازن اللي لاعب بقى في مركز قلب الدفاع في الشوط الثاني زي ما شفنا بقى الاسلوب التحليلي والتحليل الاداء وطريقه اللعب للنادي الاهلي في الشوط الاول، اتكلموا عن المنطقه الدفاعيه للنادي الاهلي وعلى طول الكابتن سيد غريب اجرى التبديل ونزل بقى اللاعب اللي هو مازن احمد في المنطقه، ترجع الكره مره ثانيه ادي انطلاقه وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رجل التماس لصالح النادي الاهلي من ناحيه الشمال، تتلعب الكره البدايه في الشوط الاول للنادي الاهلي كانت يعني الحقيقه اقوى من ما هو عليه الوضع في احداث الشوط الثاني، انما ماتش مهم جدا طبعا للنادي الاهلي النهارده، الفوز يعني يصل للنادي الاهلي للنقطه رقم 11 ويعتلي جدول ترتيب المسابقه. اتلعبت الكوره في انتظار بقى طبعا نتائج فريق زد النهارده، ادي كوره بتتلعب في وسط الملعب لصالح نادي الزمالك عن طريق بقى اللاعب السيد اسامه، كوره في الوسط السيد اسامه بيلعب الكوره الاماميه، وادي المحاولة اللاعب زياد، زياد بيلعب الكرة العرضية الخطيرة جدا، وادي عبد الحليم دخل منطقة الجزاء ولكن يقطع لاعبي النادي الأهلي عن طريق بقى اللاعب هنا إبراهيم بيلعبها أمامية، وادي الهجمة للأهلي انطلاقة من ناحية الشمال، أدي عمر سيد، أدي عمر سيد، عمر سيد يا ولد يا عمر، عدى حلو قوي عمر سيد، عدى عمر ولعب كورة في اتجاه المرمى كده إنما إلى خارج الملعب وطلعت وبقت ركلة مرمى من اللاعب عمر سيد معوض من أمام حضراتكم اللاعب المتميز، لعبها عايز يلعبها كده في الزاوية اليسرى العلوية لحارس مرمى نادي الزمالك أحمد جمال، والمناسبة كان ممكن يلعبها عرضية للاعب حسام عادل لاعب النادي الأهلي كان ترجع الكرة مرة ثانية، هذه انطلاقة بقى من ناحية الشمال حسام عاشور، عدى حسام خطر جدا دخل منطقة حسام، حسام وكرة عرضية عرضية إنما تمر إلى خارج الملعب ونادي الزمالك بشكل خطورة بهجماته المرتدة الحقيقة، ادي اللاعب حسام عاشور ومعاه اللاعب هاني ياسر وزياد احمد، الثلاثه دول عاملين اداء هجومي في الهجمات المرتده بشكل يعني بشكل خطوره على مرمى النادي الاهلي في مباراه اليوم. احمد عبدين للنادي الاهلي، ابراهيم في وسط الملعب مره ثانيه، مازن استلام امام منطقه جزاء النادي الاهلي، ادي مازن بيلعب الكوره الى عمرو كامل حارس المرمى، عمرو
احمد عبدين وبدايه الهجمه للنادي الاهلي بيحضروا من تحت زي ما شفنا وتعودنا على الكلام ده من الشوط الاول، والطريقه اللي بيلعب بيها كابتن سيد غريب النهارده لعب الكره مره ثانيه وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتروح رمي التماس لصالح النادي الاهلي من ناحيه اليمين عند اللاعب عبد الله طاهر. عبد الله طاهر ورمي التماس للاهلي من ناحيه اليمين في مباراه اليوم بنلعب في الدقيقه 56 من عمر احداث اللقاء، والنتيجه التعادل الايجابي 1-1 في مباراه اليوم. يرجع الكره مره ثانيه الى خارج الملعب ورمي التماس عبد الله طاهر للنادي الاهلي. عبد الله طاهر ورمي التماس وصل بقى التعليمات من كابتن سيد المدير الفني لنادي الزمالك عمر سيد معوض بيلعب الكره على حدود المنطقه. حسام عايز يلمسها، حلوه الفكره الحقيقه من اللاعب حسام عادل، كان عايز يلمس الكره في اتجاه عمر سيد معوض انما اتقطعت. وادي اللعبه اللي بيلعب عليها نادي الزمالك عن طريق اللاعب هاني ياسر. هاني ياسر ناحيه اليمين، هاني ياسر بيلعب الكره العرضيه وتوصل لعبد الحليم ناحيه الشمال. ادي الانطلاقه والمحاوله في هذه اللقطه، عبد الحليم بيلعبها وعلى طول عرضيه خطيره جدا من حسام عاشور وترجع للزمالك. منتهى الخطوره. لازم بقى يكون في توازن على المستوى الدفاعي ايضا زي المستوى الهجومي من لاعبي النادي الاهلي، لان نادي الزمالك بيشكل خطوره في هجماته المرتده الحقيقه. ادي كره حلوه وانطلاقة جميلة من اللاعب إبراهيم عادل بيلعبها على حدود المنطقة، وارد تصويبة من حسام عادل. حسام وإبراهيم عاملين ماتش حلو قوي النهارده. الاثنين بقى التوأم اللي بإذن الله يكرروا تجربة كانت ناجحة مع النادي الأهلي زي الكابتن حسام وإبراهيم حسن. ترجع الكرة لك ناحية الشمال. وأدي بقى هنا الكرة إنما في تسلل. حكم اللقاء عمرو عبد الفتاح. وأدي أمامنا بقى هنا اللاعب هشام مصطفى لاعب النادي الاهلي مع زميله محمد احمد شهاب لاعب النادي الاهلي. بتتلعب الكره اماميه عاليه ومعديه. نجوم يعني وعايزين ان شاء الله يكونوا في المستقبل القريب مستقبل متميز للنادي الاهلي ولكره القدم المصريه. عبد الحليم عدى وماشي، عبد الحليم عدى وماشي بيلعبها انما ترجع لمازن اللي بيلعب الكره الاماميه. اللاعب مازن احمد وترجع الكره في الخلف مره اخرى لنادي الزمالك. وادي بقى بيقابل هنا في اللقطه الماضيه اللاعب يوسف اسلام اللي ضم كده على منطقه وسط الملعب لاعب النادي الاهلي ولعب في مركزه اللي هو دايما بيلعب فيه يعني. ادي الانطلاقه ناحيه اليمين زياد احمد بيلعب الكره العرضيه داخل المنطقه ولكن الى خارج الملعب طلعت وبقت ركله مرمى للنادي الاهلي. هنشوف هل بقى خرج التحدي وطلعت وبقت ركله رجليه لنادي الزمالك. بالفعل ركله رجليه من ناحيه اليمين لنادي الزمالك في مباراة اليوم. وادي عمرو كامل حارس المرمى للنادي الاهلي اتكلم مع اللعيبة و ركلة ركنية للزمالك تتلعب على طول وتوصل الكرة مرة ثانية عند اللاعب محمد السيد. وادي كرة عرضية داخل المنطقة وخطيرة وترجع وطالع بقى عمرو وبيحرسها والى خارج الملعب. كان زي اللاعب علي عبد المجيد هو اللي لعب الكرة في اللقطة الماضية وطلعت وبقت ركلة مرمى لعمرو كامل حارس مرمى النادي الاهلي اللي بيلعبها لاحمد عبدي. احمد في لاعب مصاب، مش ممكن اللقطة اللي مع حضراتكم. ادي بقى هنا التكملة من اللاعب زياد احمد. مبدأ الروح الرياضية فين بقى زياد؟ ادي لاعب النادي الاهلي وقع على ارض الملعب. هل ده مازن ولا مين؟ هنشوف مع حضراتكم. اتمنى طبعا السلامة للاعبي النادي الاهلي وعلى طول بينزل الجهاز الطبي للنادي الاهلي. الكابتن الدكتور محمد امام ومعاه اسلام عبد الفتاح وابراهيم خاطر. هذه اللقطه شوف هنا بقى الراجل يعني وقع على ارض الملعب وشوف لاعب نادي الزمالك زياد احمد. شوف زياد احمد بيكمل على الكوره ولكن عمرو كامل حارس المرمى لحقها وطلعها بره. سلامه اللاعبين اهم. احنا بنشوف في اوروبا لعيبه ممكن تسجل اهداف بايدها والحكم يحسبها يرجعوا ويقولوا لا ويعترفوا الحكم والامور يعني الروح الرياضيه مهمه جدا. لازم اللعيبه في المراحل السنيه الناشئين دي تتعلم الكلام ده. سلامه زميلك اهم من المباراه واهم من اي حاجه طبعا. كلام للكل بالمناسبه يعني كل لعيب الكوره. ادي لاعب النادي الاهلي بنتمنى له السلامه في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. ان شاء الله يوم يكمل. يبدو ان هو عنده يعني حاسس بدوخه كده واضح من الاشاره. مفيش توازن. وعلى طول بقى الدكتور محمد امام طبيب الفريق النادي الاهلي يطمئن على اللاعب مازن احمد اللي هو لسه نازل يعني بالمناسبه اللي تم تكوينه مع بدايه احداث الشوط الثاني اللي نزل ولعب في مركز قلب الدفاع ولكن
يبدو انه يعاني من ضغط كده او حاجه. نتمنى له السلامه. اللاعب مازن احمد لاعب النادي الاهلي امام حضراتكم، اللي خرج بقى مع الدكتور محمد امام واسلام عبد الفتاح. ادي بقى الروح الرياضيه، لاعبي الزمالك رجعوها للاهلي، لازم نشيد باللقطه دي زي ما اتكلمنا وانتقدنا اللقطه اللي فاتت. هترجع الكره مره ثانيه للاعبي النادي الاهلي عن طريق اللاعب احمد عبدين اللي بيلعب الكره الاماميه، ترتد وتعود مره ثانيه لنادي الزمالك، وترجع الكره للاهلي عن طريق عبد الله طاهر في وسط الملعب ابراهيم عادل. ابراهيم بيلعب الكره الاماميه للاعب يوسف اسلام، يوسف بيلعب التمريره لقدام كده، وادي بقى الاستلام من شهاب. هنشوف بيحاول يعدي، شهاب بيلعبها، وادي بقى الانطلاقه من ناحيه شمال لنادي الاهلي، والكره العرضيه، الكره العرضيه ومعديه بقى من حسام عادل، معديه من حسام عادل وترجع لنادي الزمالك، والضغط من لاعبي النادي الاهلي انما لف ودوران بشكل متميز من اللاعب زياد احمد، وبيغير الملعب هناك ناحيه اليمين للزمالك عن طريق اللاعب هاني ياسر. انطلاقه من هاني، بيعدي هاني ياسر وبيقابله على طول اللاعب فارس احمد، بتلعب الكره وتوصل لعبد الحليم على حدود منطقه الجزاء، اللي بيلعب الكره ناحيه الشمال لنادي الزمالك حسام عاشور. حسام عاشور، حسام بيحاول يعدي حسام من ناحيه شمال الزمالك، حسام بيأجل وبيلعب بيمينه بقى العرضيه لما توصل لعمرو كامل حارس مرمى النادي الاهلي، على طول هيبدا الهجمه بسرعه. عمرو كامل بيلعب الكره الاماميه، عمرو كامل عاليه في اتجاه عمر سيد معوض، انما على طول بيطلع دفاع الزمالك ويرجع ويجيبها عمر، عمل مجهود كبير مشترك في اللعبه ولعبها اماميه كده، عايز يحمل الهجمه في اتجاه اللاعب حسام عادل لاعب النادي الاهلي، انما اتقطعت وصلت لنادي الزمالك. حكم اللقاء بيشير باستكمال لعب ابراهيم عادل اللي كان مشترك في اللقطه اللي فاتت من النادي الاهلي. ترجع الكرة لحسام عادل، الكرة في وسط الملعب ابراهيم، ابراهيم بيلعبها ليوسف اسلام، يوسف بيلعب التمريرة الأمامية إنما على طول مقطوعة مرة ثانية للاعبي نادي الزمالك. توصل الكرة في وسط الملعب للأهلي، وادي الانطلاقة ناحية اليمين، وتمر الكرة إلى خارج الملعب عند اللاعب عمر سيد معوض، إنما إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس لنادي الزمالك من ناحية الشمال. هيلعبها على طول أمام حضراتكم اللاعب أحمد أمامية عبد الحليم، انما ترتد وتعود من ابراهيم عادل لاعب النادي الاهلي، مره ثانيه بيطلع دفاع الزمالك الى خارج الملعب، طلع بدايه رمي التماس، وادي تبديل للنادي الاهلي. النادي امامنا بقى هنا اللاعب عبد الرحمن علي لامام حضراتكم، هينزل بقى هنا اللاعب ادم سمير، ادم سمير اهو بالقميص رقم 26 من النادي الاهلي، بينزل دلوقتي ارض الملعب. رمي التماس للاهلي، تبديلات بقى من الكابتن سيد غريب علشان بقى يعني ينشط الدنيا. ادي بقى الانطلاقه، يوسف اسلام بيلعبها هناك ناحيه الشمال عند اللاعب هشام مصطفى، هشام بيحاول يعدي، هشام بيعدل على شماله وبيلعب الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء خطيره جدا، ولكن بقى تدخل من الحارس احمد جمال وكان مشترك معاه في اللعبه اللي فاتت دي اللاعب حسام عادل، وفاول لنادي الزمالك والحارس مرمى في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. اتلعبت الكره مره ثانيه للزمالك ناحيه الشمال عند اللاعب علي عبد المجيد، بيلعبها علي فرغل اماميه، زياد احمد بيحاول، زياد بيلعب الكره الاماميه زياد، انما ترجع الكره مره ثانيه للنادي الاهلي في وسط الملعب عن طريق اللاعب يوسف، انما اتقطعت ورجعت الكره مره ثانيه عاليه ومعديه واصله هنا عند حسام عاشور ناحيه الشمال للزمالك. حسام ومعاه اللاعب عبد الله طاهر، انما الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس للنادي الاهلي. الاهلي اللي كان ماسك الكره بشكل اول بشكل متميز وسجل هدف واضاع بعض الفرص، انما لاعبي الزمالك قدروا ان هم يسجلوا هدف التعادل للاعب عبد الحليم احمد، وبعدين بقى يعني دخلوا في المباراه، وزي ما حضراتكم شايفين مع بدايه احداث الشوط الثاني وحاول للسيطره على منطقه بقى وسط الملعب من لاعبي الفريقين. وادي بقى هنا اللاعب اللي نزل وعدى الملعب مره ثانيه مازن احمد لاعب النادي الاهلي، بتلعب الكره اماميه عاليه، وادي تسلل رايه وسفاره، رايه وسفاره امامنا حسني عبد الرازق المساعد الثاني لحكم المباراه في مباراه اليوم، عمر عبد الفتاح حكم ساحه، محمد عبد الاله وحسني عبد الرازق وثلاثة من منطقه الاسكندريه كان مباراه اليوم. بتلعب الكره اماميه عاليه، وادي كره في وسط الملعب عند اللاعب ادم سمير لاعب النادي الاهلي، ادي ادم بياخدها، ادم سمير، ادم لسه الكره مع ادم سمير بيعدي وماشي وبيلعب الكره في الخلف للاعب مازن احمد، مازن عبد الله على السلامه لعيب متعمق ولعيب متميز، بتلعب الكره في وسط الملعب مره ثانيه وتوصل ليه ابراهيم عادل في الوسط مره اخرى للاعب ادم سمير لاعب النادي الاهلي، وفاول للنادي الاهلي. هتلاعب الكره من ادم سمير في الخلف، واحده والثانيه كده ملعوبه اماميه،
انما ان الكره لازم تمشي على الارض هيكون بشكل افضل من الكرات العاليه دي. ادي الكلام اللي بنتكلم عنه. وبتلعب الكره مره اخرى للنادي الاهلي عن طريق اللاعب نازل. نازل بيلعب لاحمد عبدين. احمد عبدين وبدايه الهجمه من الخلف كده من تحت بيبدا لعيب النادي الاهلي. هادي مازن بيلعب الكره الاماميه هناك واصله ناحيه الشمال ولكن على طول مقطوعه من دفاعات نادي الزمالك ترجع للاهلي مره ثانيه. ادي الهجمه للاهلي. هذه الكرة الحلوة بقى للاعب يوسف اسلام. يوسف بيلعب التمرير الأمامية عند شهاب. شهاب لحسام ليوسف. يوسف بيعدي بيلعب الكرة هناك ناحية الشمال للنادي الأهلي. وهذه الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء ومعدية ومحاولة بقى هنا من عبد الحليم لاعب نادي الزمالك اللي يقطع وترجع الكرة للنادي الأهلي. وأدي بقى عمر وبيلعبها للاعب عبد الله طاهر. عبد الله طاهر بيحاول يعدي من ناحيه اليمين للنادي الاهلي انما اتقطعت لعبد الحليم لاعب نادي الزمالك يتقدم لامامه ماشي. ترجع الكره مره ثانيه عبد الله طاهر في وسط الملعب لابراهيم عادل. ابراهيم بيلعب الكره على طول للاعب ادم اللي بيلعبها ليوسف وخطره داخل منطقه الجزاء. كره خطره داخل منطقه الجزاء عند هشام مصطفى. هشام مصطفى كان ممكن يعني انما بقى حظه كان سيء في اللقطه اللي فاتت دي. لاعب هشام مصطفى لاعب النادي الاهلي لامام حضراتكم. هجمه خطيره جدا للنادي الاهلي. الاهلي بيوصل. ادي الكوره وادي اللعبه. شوف بقى هشام. شوف بقى اللاعب وقف على الكوره. وقف على الكوره هنا بقى. ويعني هشام مصطفى كان حظه سيء في اللقطه اللي فاتت. لو استلم كان هيبقى في مواجهه مع الحارس احمد جمال حارس مرمى نادي الزمالك وكان هيبقى عنده فرصه محققه لاضافه الهدف الثاني للنادي الاهلي. الانطلاقه من عمر. عمر بيعدي او ده هنا بقى امامنا اللاعب هشام مصطفى. وادي الكره العرضيه داخل منطقه خطيره ترجع بقى للنادي الاهلي انما عدت من عمر سيد وتلعب الكره لنادي الزمالك الى خارج الملعب. شوف بقى لاعبي الاهلي لما بيعملوا الضغط على لاعبي الزمالك. لاعبي الزمالك بيرتبكوا وبيغلطوا وبيطلعوا الكره بقى. الكره في وسط الملعب. ادم سليم وفاول النادي الاهلي. فاول للنادي الاهلي. ابراهيم عادل بسرعه. ابراهيم بيلعب الكره لعمر سيد انما حكم اللقاء عمرو عبد الفتاح هيرجع الكره من مكانها مره. عمرو عبد الفتاح وادي املنا هنا اللاعب ادم سمير. هتلعب الكره ناحيه اليمين عند عبد الله طاهر. وادي كره عرضيه ابراهيم عادل عاليه للنادي الاهلي على حدود المنطقه بيطلع دفاع الزمالك. ترجع الكره هناك ناحيه شمال عند اللاعب فارس احمد اللي بيلعب الكره الاماميه فارس. ومحاوله للنادي الاهلي عند اللاعب هشام مصطفى. هشام والى خارج الملعب طلعت الكره وبقت ثاني التماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال هيلعبها هشام مصطفى. هشام بيلعب لفارس. فارس احمد والكره تمر الى خارج الملعب مره ثانيه وتطلع وتبقى رمي التماس. كابتن سيد غريب وكريم وكان بيسمع الاستوديو التحليلي قدر كل التبديلات اللي الناس اتكلموا عنها. ترجع الكره مره ثانيه. ادي كره خطره داخل منطقه الجزاء. ده شيء جيد طبعا للكباتن بقى الكبار كابتن محمد حشيش ودكتور احمد سالم الحقيقه. ادي كوره بتتلعب لنادي الزمالك اماميه عاليه ومعديه و المحاوله في هذه اللقطه انما الى خارج الملعب طلعت وبقت رمي التماس للنادي الاهلي. ابراهيم عادل. ادي امامنا هنا بقى اللاعب احمد عبدين عامل ماتش حلو لحد دلوقتي. احمد عبدين لاعب النادي الاهلي وفي حكم اللقاء كده هيوقف اللعب. هل بقى في لاعب واقع عليها نشوف مع حضراتكم. ادي بالفعل في لاعب من نادي الزمالك واقع على ارض الملعب اللي هو السيد اسامه نتمنى له السلامه لاعب نادي الزمالك السيد اسامه. مباريات اليوم طبعا في دوري الجمهوريه مشاهدينا الاعزاء الاهلي مع الزمالك المباراه اللي امام حضراتكم. غزل محمد يلتقي انبي زد يلتقي بكر جيت سموحه مع الانتاج الحربي حرس الحدود حرس الحدود مع المصري الاسماعيلي مع وليد دجله المقاول العرب مع فيوتشر البنك الاهلي مع الجهاز الفني. يمكن مشاهدينا الاعزاء بينزل على طول الجهاز الطبي لنادي الزمالك ارض الملعب علشان يعني يسعفوا بقى اللاعب السيد اسامه لاعب نادي الزمالك. الحمد لله انا سليم نتمنى السلامه للجميع طبعا والامور تبقى كويسه. ادي بقى الهدف. ادي الهدف الاول للنادي الاهلي سجله اللاعب حسام عادل وادي هدف التعادل بتاع نادي الزمالك. الكره بقى العرضيه من اللاعب زياد احمد اللي لعبها بعرض الملعب وحليم سجل هدف التعادل لنادي الزمالك في مباراه اولى. السيد اسامه امام حضراتكم يخرج الى خارج ارض الملعب وهنشوف بقى هل هيقدر يكمل مع فرقته ولا هيتم تسجيله. ده اللي هنعرفه مع حضراتكم ان شاء الله من خلال سير مباريات هذا الملعب. نلعب في الدقيقه 71 من عمر احداث المباراه مشاهدينا والاهلي والزمالك النتيجه 1-1 دوري الجمهوريه قمه دوري الجمهوريه 2006 على ملعب الاهلي بمدينه نصر. ترجع الكره مره ثانيه. ادي انطلاقه في وسط الملعب.
ادم سمير بيفتح الملعب هناك ناحيه الشمال عند اللاعب فارس لادم في وسط الملعب مره ثانيه هشام مصطفى ابراهيم عادل للنادي الاهلي ابراهيم عادل بيلعب الكره مره ثانيه ابراهيم لادم سمير ادم واتلعبت الكره لشهاب في وسط الملعب مره ثانيه لقلات كده من لاعبي النادي الاهلي ابراهيم بيحاولوا يفتحوا ثغره في دفاعات نادي الزمالك المتكتله امام منطقه الجزاء وادي كره عرضيه داخل منطقه الجزاء ولكن بقى بيطلع دفاع نادي الزمالك ترجع الكره مره ثانيه ابراهيم عادل للاهلي بيحاول عليها ابراهيم وضغط عليه على طول لاعب هاني ياسر لما رجعوا لاعبي الاهلي جابوها عن طريق اللاعب فارس اللي بيلعب كره عرضيه داخل منطقه الجزاء وترجع الكره لعمر معوض انما على طول مقطوعه لنادي الزمالك توصل الكره لعبد الحليم ناحيه الشمال اماميه يرجع ويجيبها الاهلي على طول برافو هنا بقى اللاعب يوسف اسلام يوسف اتقطعت وصلت الكره في وسط الملعب لادم سمير ادم بيلعبها في الخلف عند اللاعب مازن مازن احمد للنادي الاهلي ادي مازن مازن بيلعب الكره مره ثانيه لاحمد عبدين اللي بيتقدم الامام وبيلعب في وسط الملعب واحده والثانيه كده ملعوبه في اتجاه اللاعب يوسف اسلام وحارس المرمى عمرو كامل اتلعبت الكره مره ثانيه ومحاوله للاعبي النادي الاهلي بدايه الهجمه عن طريق اللاعب مازن عدى وماشي مازن احمد فرد الدفاع شوف رايح فين وتقدم الامام ولعب الكره للنادي الاهلي ترجع مره ثانيه مازن بيلعبها لادم سليم ادم انما مقطوعه من ادم ترجع الكره ليوسف اسلام يوسف بيلعب الكره يوسف هناك ناحيه الشمال وادي المحاوله بقى انما تمر من خارج الملعب حسام عادل حب يسند على اللاعب هشام مصطفى انما الكره اطول وتطلع وكده رمي التماس لنادي الزمالك من ناحيه اليمين رمي التماس للزمالك علي فرغل هيلعب رمي التماس في هذه اللحظات رمي التماس تتلعب على طول اماميه وترجع الكره مره ثانيه وتمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس في تبديل في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء هنشوف مين تبديل اثنين بقى المدربين الفنيين للاهلي والزمالك ومحاولات من كل فريق للفوز النهارده في مباراه اليوم الفوز هيكون هام جدا زي ما قلنا للنادي الاهلي اللاعب متوقف كده لاجراء التبديل شايفين الاشاره وفي تبديلات كده في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء اللاعب محمد طارق للنادي الاهلي اعتقد ورمي تماس لنادي الزمالك من ناحيه اليمين بتلعب الكره مره ثانيه هذه انطلاقه وتوصل ناحيه الشمال لنادي الزمالك احمد حكمي بيلعبها وتوصل الكره مره اخرى وهذه المحاوله في هذه اللقطه بقى للاعب اللي امام حضراتكم هنا هاني بيلعبها لما اتقطعت احمد رفاعي هو اللي نزل من جانب لاعبي نادي الزمالك قميص رقم 27 احمد رفاعي بتلعب الكره وهذه الكره الى خارج الملعب وادي امامنا مارسيل كولر مع ميشيل ياوكوت في ملعب المباراه ومتابعه لمباراه الاهلي والزمالك 2006 راجل ما بيعديش لا شرده ولا ورده بيتفرج على كل المباريات اللي بتتاح له الظروف اللي متابعها للناشئين علشان يعني يحكم بنفسه على هؤلاء اللاعبين ويقدر بقى يقوم بالعناصر المميزه للدرجه الاولى في النادي الاهلي شيء جيد جدا وشغل متميز جدا ل المدير الفني مارسيل كولر اللي دايما بعد انتهاء المباريات بيدرسها بشكل متميز جدا بيجيب الفيديو ويقعد يشوف اللقاء ويدرس كل صغيره وكبيره في المباريات يعني الراجل جاي يشتغل وجاي يعني يعمل نتائج وشغل جيد مع النادي الاهلي نتمنى له التوفيق باذن الله. هذه الكره ملعوبه مره ثانيه وهذه الانطلاقه للنادي الاهلي على حدود منطقه جزاء ملعوبه الكره عند اللاعب ادم سمير انما تتقطع وتوصل للاهلي مره ثانيه. الاهلي لاخر مباريات كان تعادل سلبي امام بتروجيت بيحاول العوده من جديد بقى من الانتصارات في مباراه اليوم مشاهدينا بيحقق انتصارين على وادي دجله 6-0 وعلى فيوتشر 4-1 الاهلي 2006 مع المدير الفني كابتن سيد غريب بتلعب الكره مره ثانيه هذه انطلاقه ومحاوله في هذه اللقطه كره حلوه قوي من اللاعب يوسف اسلام شوف يوسف لما لعب في مركزه جول 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 الهدف الثاني للنادي الاهلي الهدف الثاني للنادي الاهلي الهداف بقى الهداف بقى حسام عادل يا سلام عليك يا حسام عادل ايه يا ابن الجمال والحلاوه اللي انت بتعملها في مباراه اليوم دي حسام عادل بيسجل الهدف الثاني وشوف يوسف اسلام لما لعب في المركز بتاعه بقى في وسط الملعب عمل اسيست رائع جدا لحسام عادل اللي سجل الهدف الثاني للنادي الاهلي في مباراه اليوم وكوره حلوه ادي بقى الكوره ادي يوسف اسلام شوف يوسف لعب الاسيست الحلو قوي وادي الاستلام الجميل من حسام عادل لف ودوران وتصويبه تصويبه وادي بقى حارس المرمى حاول عليها في اللقطه الماضيه احمد جمال
عندما الكرة تمر وتتهادى داخل الشباك علشان يسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي اللاعب حسام عادل. حسام عادل بيسجل الهدف الثاني للاهلي، الاهلي 2 الزمالك 1. وادي امامنا بيشيل يانكل وطبعا مارسيل كولر وكابتن سيد عبد الحفيظ. حسام عادل وتألق كبير جدا في مباراة اليوم راس الحربة النهارده للاهلي 2006 امام مارسيل كولر. امام مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي. لعيب متميز حسام عادل الحقيقه. حتى لو يعني ادي بقى هنا اللاعب السيد اسامه اللي هو امام حضراتكم لاعب نادي الزمالك، خلاص الراجل مش قادر يكمل، ماسك العضله الخلفيه كده، كان اسيب ورجع للملعب مره ثانيه، ولاعيبه الزمالك بيحاولوا ان هم يعني بيستعجلوا ان هو يخرج من الملعب علشان هم دلوقتي خسرانين. وادي بقى بكتب بدلاء للنادي الاهلي امام حضراتكم، فتحي مصطفى ومحمد طارق وعبد الرحمن هشام ومحمد فريد عبد الرحمن عماد وعمر زكريا والناس اللي نزلت ادم ونازل وفارس احمد. بتلعب الكوره من خارج الملعب وطلعت بقى ثاني تماس لنادي الزمالك من ناحيه الشمال. دفع معاك حد نفسه ملعوبه اماميه الكوره توصل لعمر سيد معوض بيلعبها عمر للمتالق الهداف بقى حسام عادل. حسام عادل هل يكون عنده فرصه النهارده ان هو يسجل هاتريك؟ لعيب كبير ولعيب متميز جدا كمل في الهدف الاول بشكل جميل وتابع الكوره وقدر ان هو يسجل هدف. وادي بقى هجمه النادي الزمالك وانطلاقه، ولكن يا ولد يا ولد يا ولد خد يا نبيل سماعه اهو بقى هنا في هذه اللقطه يتدخل على اللاعب حسام عاشور وبيطلع الكوره علشان تبقى ركله ركنيه النادي الزمالك من ناحيه اليمين. بتلعب الكوره مره ثانيه محمد السيد. محمد السيد لنادي الزمالك من ناحيه اليمين بيحاول، عدى محمد السيد ولعب الكوره العرضيه داخل منطقه خطره جدا خطره جدا، وادي التصويبه في اللقطه الماضيه منتهى الخطوره. ابو السعود ياسر ابو السعود ياسر اللاعب ايضا نزل بديل لنادي الزمالك، وادي كره خطره داخل المنطقه وتوصل لعمرو كامل. برافو يا عمرو طالع في توقيت مناسب واخد الكره في اللقطه الماضيه مشاهدينا. ادي الكره العرضيه هجمات الزمالك اللي بتكون خطر الحقيقه. شوف بقى الراجل بيستلم ابو السعود داخل منطقه الجزاء، ولكن تدخل في توقيت مناسب جدا جدا من اللاعب يوسف اسلام. برافو يا يوسف في اللحظه اللي فاتت دي اخذ الكره من قدام اللاعب ابو السعود ياسر لاعب نادي الزمالك. بادي المتوقف في ارض الملعب في لاعب من النادي الاهلي واقع على ارض الملعب كده نتمنى له السلامه باذن الله. طبعا الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي كابتن سيد نجيب مدير الفني للنادي الاهلي يعني سرعة. تاريخ كبير للكابتن سيد نجيب يعني ولد في القاهره يوم 10 يناير في عام 1976 وانضم لناشئي الاهلي قبل ما يتم 12 سنه. وبالمناسبه النادي الاهلي عمل اختبارات للمراحل السنيه اللي هي صغيره اللي هم مواليد 2014 و2015 في يعني سابقه هي الاولى من نوعها في كره القدم المصريه على مستوى الناشئين والبراعم. يعني النادي الاهلي دايما بيسبق الكل والكل بيتعلم منه وحاول ان هو يعمل الاختبارات دي للمراحل السنيه اللي هي صغيره علشان يكتشف منهم المواهب ويتقنهم وينميهم بشكل متميز جدا. وطبعا زي ما قلنا في الشوط الاول والمتابعه وتعيين الكابتن وليد سليمان نائب رئيس القطاع والمعايشه بقى في ليفربول وفي برشلونه والامور الجميله اللي احنا بنشوفها دي. اذا رمي التماس لنادي او هنشوف حكم اللقاء هيعمل اسقاط حكم المباراه بيلعب الكرة على طول لاعب النادي الاهلي احمد عابدين عالية اللي خارج الملعب تطلع وتبقى رمي التماس لنادي الزمالك من ناحيه الشمال عن طريق اللاعب احمد حكمي. رمي التماس ادي امامنا عمر سيد. عمر سيد معوض ترجع الكره مره ثانيه وتتلعب، وادي المحاوله في هذه اللقطه لنادي الزمالك ولكن بيطلع دفاع النادي الاهلي عن طريق اللاعب احمد عبدين. انطلاقه هناك هشام مصطفى بيحاول عليها ولكن يتدخل اللاعب علي وبيطلع الكره الى خارج الملعب علشان تبقى رمي التماس للنادي الزمالك. رمي التماس لنادي الزمالك بتتلعب واتقطعت وصلت للنادي الاهلي مره ثانيه في وسط الملعب للزمالك. محمد السيد بيلعب الكره في الخلف، وادي الضغط بقى اللي بينفذه لاعبي النادي الاهلي على لاعبي الزمالك وبيخلوهم يغلطوا ويطلعوا الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس. رمي التماس ادي امامنا اللاعب احمد رفاعي اللي كان نزل في الشوط الثاني رقم 27 من نادي الزمالك. ترجع الكره في وسط الملعب للنادي الاهلي عن طريق اللاعب حسام عادل، وادي كره ملعوبه لادم سمير. ادم بيلعبها لحسام، حسام بيحاول عليه ولكن يتدخل ابو السعود بياخدها. ابو السعود بيحاول وتوصل الكره مره ثانيه والانطلاقه بقى للاعب يوسف اسلام صاحب الاسيست بتاع الهدف الثاني للنادي الاهلي. علي
بيلعب الكره علي اماميه علي نوفل، ولكن توصل الكره الى حارس المرمى عمرو كامل حارس مرمى النادي الاهلي في مباراه الاهلي. كره في وسط الملعب، استلام وانطلاقه للنادي الاهلي، تتلعب الكره هنا ناحيه اليمين. اسمع انت كده يا نبيل، للاعب محمد طارق. اسمع انت كده، خد السماعه واسمع. للنادي الاهلي تتلعب الكره، ادي مازن، مازن بيلعب الكره لعمرو كامل. خطر جدا الكلام، خطر جدا الكلام، خطر جدا الكلام ده، الكلام ده ملوش داعي تماما في التوقيت يعني. خلاص دقيقه 80، لا خلاص دقيقه 81 مشاهدينا الاعزاء، والاهلي متقدم 2-1. ومفيش فرصه بقى النادي الزمالك ان هو يدخل مره ثانيه في المباراه. الاهلي ماشي بشكل كويس، وادي بقى على طول بيتلقى الدعم من زملائه حارس المرمى عمرو كامل. بالمناسبه عامل ماتش حلو قوي، وادي التدخل في اللقطه الماضيه امام حضراتكم، والكوره اللي كانت لنادي الزمالك في اللقطه الماضيه، والاصابه للاعب بيقول لك عليه عود، تدخل من مهاجم نادي الزمالك مع لاعب النادي الاهلي. وادي حكم اللقاء بيتكلم وبيشرح للاعيبه نادي الزمالك، كابتن عمرو عبد الفتاح حكم مباراه اليوم اللي بيوقف الوقت امام حضراتكم. بنلعب في الدقيقه 82 من عمر احداث الشوط الثاني والمباراه، والاهلي متقدم على طول بيطالب بقى الجهاز الطبي. ادي بقى التمريره بتاع الهدف الثاني، ادي قصه الهدف الثاني، ادي قصه. يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب يا حسام عادل، يا ولد يا لعيب يا حسام عادل، لعيب متالق ولعيب متميز ولعيب هداف، وقدر ان هو يسجل هدفين في مباراه اليوم، هدف في الشوط الاول وهدف في الشوط الثاني. متقدم به النادي الاهلي حتى الان 2-1 على نادي الزمالك في قمه دوري الجمهوريه للشباب مواليد 2006. اداء متميز من لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم. وادي محمد امام طبيب الفريق ولاعب النادي الاهلي طبعا اللي بيتلقى العلاج، ونتمنى له السلامه. اللاعب ابراهيم عادل، ادي ابراهيم عادل اهو، ادي ابراهيم عادل هو اللي كان يعني اصيب في اللقطه الماضيه بالاشتراك مع لاعب نادي الزمالك زياد احمد، ونتمنى له السلامه طبعا. ابراهيم عادل لاعب النادي الاهلي اللي خرج مشمولا كده على عربة الإسعاف. أدي كرة عرضية وتوصل الكرة لعمرو كامل حارس مرمى، عنده ثبات وستارت رائع، وبيطلع في توقيت مناسب وبيمسك الكرة بشكل متميز جدا حارس مرمى النادي الأهلي في مباراة اليوم عمرو كامل. عمرو كامل على مهله تماما، عمرو بيلعب الكرة الأمامية عالية ومعدية واصلة ناحية اليمين لنادي الأهلي لما مقطوعة لنادي الزمالك. وأدي على طول بقى هنا تدخل أمامنا من اللاعب طارق، محمد طارق لاعب النادي الأهلي. وقع اللاعب محمد السيد لاعب نادي الزمالك اهو امام حضراتكم. ادي الاشتراك في اللقطه الماضيه، والتدخل بحماس كده من لاعب يوسف اسلام لاعب النادي الاهلي، وفاول لنادي الزمالك من ناحيه الشمال، ركله حره نادي الزمالك هيلعبها عبد الرحمن عبد. نادي الزمالك اللي بيبني التبديلات، لاعب لؤي وائل بينزل صاحب القميص رقم 30 لؤي وائل. وادي على طول تتلعب الكرة عرضية داخل منطقة، ولكن بيطلع دفاع النادي الأهلي، الكرة على حدود منطقة ملعوبة عند اللاعب محمد السيد لنادي الزمالك. هشام مصطفى بياخدها، هشام مصطفى وبيحاول يعدي من اللاعب حسام عاشور وحكم اللقاء، والمساعد بقى الثاني حسني عبد الرازق بيتدخل وبيدي الفاول لنادي الزمالك من ناحية اليمين. ركلات حرة لنادي الزمالك بتبقى قريبة كده من منطقة جزاء النادي الأهلي. هذه اللقطة وادي الكرة، وادي بقى هنا اللف والدوران ومن اللاعب حسام عاشور، والتدخل كان من اللاعب هشام مصطفى لاعب النادي الاهلي، والفاول من يعني ناحيه اليمين لنادي الزمالك. بتلعب الكره عرضيه خطره جدا، ولكن يا ولد يا ولد يا عمرو يا كامل، شوف عمرو كامل مصحصح جدا وطلع الكره كده، لمسها باطراف الاصابع وحولها علشان تبقى ركله ركنيه كره اللاعب زياد احمد. ادي الكره العرضيه اللي اتلعبت من عبد الرحمن علي وزياد، ولكن عمرو كامل متالق النهارده حارس مرمى النادي الاهلي. تتلعب الكره عرضيه داخل منطقه الجزاء للزمالك، ولكن بيطلع دفاع الاهلي اللي بيحاول بقى لاعبي النادي الاهلي ان هم يحافظوا على الفوز النهارده، فوز هيكون هام جدا على نادي الزمالك في قمه دوري الشباب مواليد 2006 هنا على ملاعب النادي الاهلي بمدينه نصر وعبر شاشه قناه النادي الاهلي. ادي بقى الركله الحره، شفنا الخطوره اللي بيشكلها لاعبي نادي الزمالك من الركلات الحره، الكره اللي بيلعبها دايما عبد الرحمن علي، وكان خدها زياد احمد في اللقطه اللي فاتت، والتالق اللي كان بتاع حارس المرمى للنادي الاهلي. وادي اللمسه مره ثانيه، ونفس اللعبه ونفس اللاعب، يعني مش ممكن. زياد احمد في اللقطه اللي فاتت برضه بيلمس اهو امام حضراتكم،
والكره تمر الى خارج الملعب. وشوف بقى عبد الرحمن علي، هذه الكره العرضيه والراجل داخل المنطقه ولوحده تماما، لوحده تماما وبيلعبها وتمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى للنادي الاهلي. ترجع الكره للزمالك اللي بدا يمسك الكره وبدا يضغط. احمد حيفني ناحيه الشمال بيلعب الكره الاماميه، وهذه المحاولة في هذه اللقطة بقى للاعب البديل أحمد رفاعي، إنما تمر الكرة إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رامي تمس، اللاعب اللي هو كان نزل يعني في الشوط الثاني. أدي أمامنا أحمد عبدين لاعب النادي الأهلي ورامي التماس للزمالك، تتلعب الكرة في اتجاه اللاعب محمد السيد، إنما إلى خارج الملعب طلعت وبقت ركلة مرمى. لازم يكون في تركيز شوية على الشكل الدفاعي للنادي الأهلي في حال تنفيذ الركلات الثابتة، لان شفنا الكوره اتلعبت مرتين من اللاعب عبد الرحمن علي واللاعب زياد احمد، مره لعبها والحارس اللي امام حضراتكم ده تعلق عمرو كامل وطلعها، ومره تانية اتلعبت والراجل اخدها وطلعت فوق العارضه، يعني ما كانش معاه اي يعني مشاركه من لاعبي النادي الاهلي. عمرو كامل بيلعب الكره الاماميه، عمرو كامل عاليه ومعديه في وسط الملعب كده بلمسه، وتوصل الكره في اتجاه اللاعب اللي يعني حسام عادل اللي تألق في مباراة اليوم اللي بيلعبها أمامية في اتجاه اللاعب هشام مصطفى، إنما توصل إلى حارس المرمى أحمد جمال اللي بيلعب الكرة الأمامية العالية. ترجع الكرة مرة تانية في وسط الملعب لنادي الزمالك عن طريق اللاعب حسام عاشور بيلعبها عالي، ولكن تدخل في توقيت مناسب من اللاعب فارس وبيطلع الكرة إلى خارج الملعب ورمي التماس لنادي الزمالك. رمي التماس للزمالك من ناحية اليمين، الوقت الاخير بقى من عمره واحداث الشوط الثاني والمباراه مشاهدينا الاعزاء. وادي فاول مره ثانيه، فاول مره ثانيه، ويبدو بقى المره دي في انذار، يبدو ان في انذار بقى المره دي للاعب مازن احمد لاعب النادي الاهلي اللي بياخد انذار في هذه اللقطه، وهناك ايضا تبديل. فاول لنادي الزمالك من ناحيه اليمين، نفس اللعبه ونفس اللاعب اللي هو عبد الرحمن علي، هنشوف بقى لاعبي الاهلي هيتعاملوا معاها ازاي المره دي. هي بعيده شويه عن المره اللي فاتت يعني، وركلة حرة لنادي الزمالك بنلعب في دقيقة 88 الوقت الحرج من المباراة. وادي بقى وادي لاعبي الزمالك ودفاعات بقى النادي الأهلي، وكرة بتتلعب على طول العرضية، والمرة دي بيطلع اللاعب فارس علشان تطلع، لسه الكرة اهي، لسه الكرة انما طلعت اخيرا وبقت رمي التماس لنادي الزمالك. شايفين الإشارة من المساعد ورمي التماس للاعب محمد السيد لاعب نادي الزمالك. الزمالك اللي بدأ يضغط وبدا يحاول ان هو يبحث عن تسجيل هدف التعادل، وادي كره داخل منطقه الجزاء ولكن بيتالق دفاع النادي الاهلي وبيطلعوها. ترجع الكره مره ثانيه للاعب احمد، بيحاول يعدي احمد من ناحيه الشمال، اتقطعت الكره للنادي الاهلي. شوف بقى هنا الحماس للاعب حسام عادل. شوف اللقطه اللي فاتت دي بتوضح كتير جدا ان اللاعب ما كانش عايز الكره تطلع، ومجهود بدني كبير جدا بذله على مدار المباراه حسام عادل، وعلى الرغم من كده كان زعلان جدا ان الكره تولد في اللقطه اللي فاتت دي. حسام عادل اللعيبه بقى بتوع الكوره هم اللي فهموا الكلام ده، اللاعب وحماسه وحرصه الشديد على انه يستغل كل كوره في كل اجزاء وانحاء المباراه والملعب يعني الحقيقي. رمي التماس للنادي الاهلي، وادي امامنا كابتن سيد غريب. النادي الاهلي اللي حقق دوري الجمهوريه في الموسم الماضي وكان سجل رقم قياسي من الاهداف، تعدى 80 هدف مع كابتن سامر عبد الرحمن اللي كان متواجد مع 2006. وهذا الموسم ان شاء الله الاهلي يقدر يحقق ايضا البطوله. الاهلي ماشي بشكل متميز، وفوز النهارده هيكون فوز مهم جدا طبعا على المستوى المعنوي، انت فايز على نادي الزمالك في مباراه القمه، وايضا يعني توصل للنقطه 11 ويعني تصل بعيدا في الصداره في دوري الجمهوريه، ونادي زد طبعا يتصدر وعنده 10 اهداف وعنده مباراه مع بتروجيت. هذه كرة بتتلعب على طول أمامية وتوصل الكرة في وسط الملعب للاعبي نادي الزمالك في الخلف كده ملعوبة علي عبد المجيد. وادي المحاولة للاعبي الزمالك بيحاولوا كده إن هم يهدوا على الكرة، إنما اتقطعت. عمر معوض بيلمس كرة بينية حلوة لحسام، أدي حسام عادل عايز يلعبها، حسام اتقطعت وصلت مرة ثانية. أدي بقى اللاعب يوسف إسلام، عدى يوسف اتقطعت منه. وادي بقى الهجمة لنادي الزمالك، كرة ملعوبة أمامية، كرة ملعوبة أمامية، وطالع بقى حارس المرمى علشان ياخد الكرة داخل منطقة يعني جزاءه وحمايته وعرينه حارس المرمى عمرو كامل. عمرو كامل اهو امام حضراتكم، اشترك مع لاعب نادي الزمالك في اللقطه اللي فاتت، انما الحمد لله سليم عمرو كامل امام حضراتكم، تصرف بشكل متميز جدا في اللقطه اللي فاتت، اخذ الكوره من خارج منطقه الجزاء الى داخل المنطقه ومسكها بشكل متميز الحارس عمرو كامل. كان ممكن حد مكانه يلعبها في الاوت يعني وتبقى هجمه لنادي الزمالك. اتلعبت الكرة مرة ثانية، توصل هناك ناحية اليمين وتمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس للأهلي. رمي التماس للأهلي، مجهود كبير جدا بذل من اللعيبة النهاردة. أدي علي لاعب نادي الزمالك،
وادي امامنا طبعا اللاعب هشام مصطفى. هشام مصطفى ورمي التماس للاهلي من ناحيه الشمال. رمي التماس للاهلي من ناحيه الشمال مشاهدينا. تتلعب على طول اماميه وتوصل الكره كده بقى واستلام من اللاعب حسام عادل. حسام عادل الهداف، الهداف المتالق اللي عامل ماتش حلو قوي الحقيقه، واكيد هيكون لفت بقى يعني انظار المدير الفني مارسيل كولر والجهاز الفني للفريق الاول للنادي الاهلي والدرجه الاولى. هذه رميه التماس للنادي الاهلي، تتلعب على طول الكره مره ثانيه، نلعب في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراه. مشاهدينا وصلنا للدقيقه يعني بنلعب في الدقيقه 91، انتهت 90 دقيقه ويتبقى الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمقدر من حكم اللقاء كابتن عمرو عبد الفتاح، وركله ركنيه للنادي الاهلي. الاهلي في العمليات الهجوميه على الرغم ان هو المتقدم وبنلعب في الوقت الضايع. ركله ركنيه، عمر معوض رايح مع اللاعب محمد طارق. ادي عمر بيحاول ياخد منها اي فاول او ركله ركنيه او رمي التماس. عمر ولا دي عمر، ولكن هنشوف بقى الفاول على عمر. تتلعب الكره لنادي الزمالك، وادي الهجمه للزمالك من ناحيه اليمين. حسام عاشور بيلعب الكره الاماميه العاليه، انما توصل سهله 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 الى حارس المرمى وسط حراسه كده بقى من اللاعب ابراهيم عادل. ابراهيم عادل لاعب النادي الاهلي اللي كان بيحرس الكره في اللقطه اللي فاتت مع الحارس عمرو كامل اللي بيمسك كورته على طول. عمرو كامل حارس مرمى النادي الاهلي. الاهلي اللي متقدم 2-1 على الزمالك بهدفين للمتالق واللاعب الكبير اللاعب حسام عادل حي، كبير بادائه واهدافه في ارض الملعب وتحركاته. ترجع الكره مره ثانيه للنادي الاهلي ناحيه اليمين، وادي الهجمه لنادي الزمالك في وسط الملعب. ابو السعود ياسر، ابو السعود بيلعب الكره الاماميه خطره جدا للزمالك، خطره جدا للزمالك. ادي المحاوله هنا بقى للاعب محمد السيد. محمد السيد بيلعب الكره ناحيه الشمال. احمد بيلعب الكره العرضيه خطره داخل منطقه، خطره جدا ولكن برافو، والتدخل من مازن، وادي الكره لسه الخطوره مستمره نادي الزمالك. وادى ركله جزاء، ادى ركله جزاء حكم اللقاء عمرو عبد الفتاح، ادى ركله جزاء عمرو عبد الفتاح حكم مباراه اليوم في وقت قاتل جدا في الدقيقه 3 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. حكم اللقاء عمرو عبد الفتاح بيدي ركله جزاء لنادي الزمالك، ركله جزاء لنادي الزمالك. وحارس المرمى عمرو كامل للنادي الاهلي، الانظار كلها عليه. وادي انذار، وادي انذار هنا للاعب احمد عبدين. يعني مش ممكن اللقطه اللي فاتت دي لاعب الاهلي تراجعوا كده للخلف ولاعبي الزمالك مسكوا كوره وقدروا ان هم يحصلوا على ركله جزاء في وقت قاتل، في وقت قاتل في الدقيقه 93 والدقيقه 3 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وركله جزاء لنادي الزمالك. ادي الهجمه، ادي اللقطه، ادي اللقطه، وادي الكره امام حضراتكم، ادي الكره امام حضراتكم. واللاعب ادم سمير، اللاعب ادم سمير اللاعب البديل يتسبب في ركله جزاء، يتسبب في ركله جزاء. وكنا نفسنا نشوف اللعبه من الاول، يعني كان نفسنا نشوف اللعبه من الاول في اللقطه الماضيه دي. وادي امامنا بقى هنا حارس المرمى عمرو كامل للنادي الاهلي، وهيخرج عمرو كامل وهينزل فتحي مصطفى. شوف بقى هنا عمرو كامل حارس المرمى عامل ماتش حلو قوي، يعني الراجل يعني واخد بقى اجواء المباراه والامور دي كلها. وعمرو كامل امام حضراتكم، يعني الراجل كان نفسه ان هو اللي يكمل في المباراه وهو اللي يتصدى لركله الجزاء. اللاعب عمرو كامل حارس المرمى للنادي الاهلي، ادي امام حضراتكم زعلان جدا طبعا، ولكن معلش طبعا لازم يلتزم ب يعني الكلام بتاع المدير الفني. فتحي مصطفى بينزل حارس المرمى البديل للنادي الاهلي، فتحي مصطفى حارس المرمى البديل، فتحي مصطفى. هنشوف فتحي مصطفى، يعني الراجل فتحي مصطفى الراجل ما لمس الكوره، واول ما ينزل هينزل بركله جزاء. ادي بقى هنا ركله الجزاء لنادي الزمالك وفتحي مصطفى، فتحي مصطفى. وادي امامنا اللاعب زياد احمد، زياد احمد لاعب نادي الزمالك على التنفيذ في ركله الجزاء وفتحي مصطفى. هنشوف بقى هيعمل ايه فتحي مصطفى. كابتن سيد غريب اللي اجرى التبديل بنزول فتحي مصطفى بدلا من عمرو كامل. وادي زياد احمد لاعب نادي الزمالك، زياد وبياخد الاذن زياد، وزياد ويطلعها بره يشوطها بعيده جدا. زياد 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 يعني طلع الكره بره، ويخلي بالكو خلي بالكو ده العدل بعينه اللي بيحصل في ارض الملعب، لان لاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني عملوا كل حاجه جيده في المباراه، عملوا مجهود كبير جدا في المباراة. والعدالة تأتي الآن، واللاعب زياد أحمد يطيح بركلة الجزاء بعيدا بعيدا عن المرمى، والنادي الأهلي يا منتهى الدراما
خلي بالكو خلي بالكو، الاهلي بس، الاهلي بس هو ملوك التسعين، الاهلي بس هو ملوك التسعين، النادي الاهلي بس هو اللي بيقدر يسجل اهداف بعد التسعين، مش حد تاني. النادي الاهلي هو اللي بيقدر يسجل اهداف بعد التسعين، مش حد تاني. اذا الاهلي وركله جزاء ضايعه من اللاعب زياد احمد، ويعني العداله تكافئ النادي الاهلي في اللقطه الماضيه، وترجع الكره للنادي الاهلي مره ثانيه. ادي الانطلاقه للاعب اللي امام حضراتكم حسام عادل، حسام عادل بيحاول، ولسه حسام عادل، ادي حسام اهو بيحاول ياخدها مره ثانيه، عايز ياخد منها اي حاجه، انما على طول اتلعب الكره 6 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الثاني. عمرو عبد الفتاح مش ممكن 6 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع، وبيبص في ساعته، بيبص في ساعته، شوف زياد احمد، شوف زياد احمد، شوف زياد احمد بيعمل ايه. زياد احمد ولعبها لعبها بعيده جدا، وحارس المرمى بقى فتحي مصطفى، فتحي مصطفى كان سعيد جدا. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء فوز جديد للنادي الاهلي، فوز جديد للنادي الاهلي، والنادي الاهلي يحقق انتصار على نادي الزمالك مشاهدينا الاعزاء بهدفين مقابل هدف وحيد. حسام عادل يسجل في مباراه اليوم. الاهلي هو العزوه، الاهلي هو الفرحه، الاهلي هو السعاده. مشاهدينا الاعزاء تقبلوا تحياتي تامر عبد السلام، ومليون مبروك للنادي الاهلي فوزهم على نادي الزمالك، وفوز جديد يضاف لسلسله الفوز للاحمر على الابيض في القمه لدوري الجمهوريه مواليد 2006. مشاهدينا الاعزاء مليون مبروك للاهلي، مليون مبروك لكابتن سيد غريب.